مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. برحب بحضراتكم وحصاد والمحترف المحلي. الحقيقة يعني خلينا نتكلم الأول قبل ما نخش النهاردة، إن شاء الله عندنا حاجات كتيرة جدا، أكيد أكيد هنتكلم باستفاضة عن طبعا مباراة النادي الأهلي المرتقبة في النهائي الأفريقي أمام الوداد المغربي إن شاء الله يوم الأحد. لكن الحقيقة الأحداث الحمد لله دايما في الفترات الأخيرة أحداث سعيدة للنادي الأهلي، على مستوى البطولات، على مستوى النتائج، كمان على مستوى المنشآت. الحقيقة الواحد امبارح عاش حالة من الفخر الكبير جدا جدا بالنادي الأهلي العظيم، النادي الحقيقة اللي مشرفنا على كافة الأصعدة زي ما بقول لحضراتكم، على الصعيد الرياضي وعلى الصعيد النتائج الرياضية في كل الألعاب البطولات الكتيرة والعظيمة اللي يعني تتواجد في دولاب النادي الأهلي، كمان على مستوى الإنشاءات والتطوير الحقيقة اللي يعني ما بينتهيش. امبارح عشنا ليلة من ألف ليلة وليلة الحقيقة، يعني كنا سعداء جدا. أنا كنت متواجد أكيد في بيتي في النادي الأهلي في الافتتاح، والحقيقة كانت مظاهرة حب كبيرة جدا جدا من جميع المسؤولين، تقريبا كل الأجيال المتواجدة على مستوى لاعبي كرة القدم، كل الأجيال المتواجدة كلنا كنا متواجدين في هذه المظاهرة وهذه الافتتاح أو هذا الافتتاح العظيم لفرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس. الحقيقة اللي تم تأسيسه يعني وفقا لأحدث النظم العالمية في تأسيس الأندية، الحقيقة صرح كبير، صرح رياضي بيضيف إلى البنية التحتية للرياضة في مصر. كل واحد كان متواجد في هذا المكان امبارح في التجمع الخامس كان عنده شيء من الفرحة ومن السعادة ومن البهجة. الحقيقة كل الأهلوية كمان اللي كانوا بيتابعوا قناة النادي الأهلي وبيشوفوا على شاشة قناة النادي الأهلي هذا الحدث التاريخي، أعتقد كلنا بنبقى سعداء جدا وبنزداد فخر كل يوم بنادينا العظيم النادي الأهلي. الحقيقة كمان يعني الفرع الرابع دوت مش هو هيكون آخر فرع، الحقيقة كابتن محمود الخطيب وانا في محمود الخطيب هي مش هيكون الفرع النادي الاهلي يتمشى مع الحقيقه الدوله في المجال الرياضي، تواجد الانديه الرياضيه في القرى والنوابع، وده شيء مهم جدا بيحرص عليه مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه، اللي يعني وعد فاوفى الحقيقه. مجلس اداره الكابتن محمود الخطيب الحقيقه في ظروف صعبة جدا جدا الكل يعلمها، ظروف اقتصادية على العالم كله، ولكن بيطلع هذا الصرح الكبير في ظروف صعبة جدا، وده من خلال برنامج انتخابي كان الكابتن محمود قدمه، ومجلس الإدارة بيعمل دايما 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 على طبعا تنفيذ هذا البرنامج بإسعاد الجماهير المصرية، بإسعاد الجماهير الأهلوية وخاصة الجماهير العمومية ما فيش شك. الحقيقة زي ما بقول لحضراتكم اللي شفته امبارح هو يعتبر رؤية مصر ل 2030، الجمهورية الجديدة اللي بيحرص عليها طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي ودايما بيتكلم على الجمهورية الجديدة. امبارح شفنا الكلام ده في فرع التجمع الخامس في النادي الأهلي، وزي ما قال طبعا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن الأهلي الحقيقة جزء مهم جدا وجزء رئيسي في الرياضة المصرية، وهو مؤسسة مصرية وطنية بتدعو للفخر. دي كلمات كمان من أو يعني بستحضر كلمات من الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة والشباب، إن بيأكد وإحنا هنا بنأكد إن النادي الأهلي عبارة عن مؤسسة وطنية 100% وتدعو دائما للفخر. كمان الكابتن محمود الخطيب الحقيقة يعني اللي حمل مع مجلس إدارته الحقيقة جهد كبير جدا ومسؤولية كبيرة جدا جدا في ظهور هذا الفرع في الوقت المحدد، الوقت المحدد من قبل مجلس الإدارة. كان الشغل على قدم وساق، إزاي بيشتغلوا يعني بمهنية كبيرة جدا جدا، والمتابعة والإصرار على إن هذا الصرح يظهر باللي احنا شفناه امبارح. الحقيقة كل التقدير لكل واحد ساهم في هذا، والحقيقة عجبني جدا 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 وأنا متواجد. خلي بالكم الديتيلز الصغيرة والتفاصيل الصغيرة دي هي اللي بتفرق النادي الأهلي عن كل نادي. الحقيقة الكابتن طبعا بعد ما شكر الدولة أكيد وشكر المسؤولين والمهندسين وكبار المديرين يعني العاملين في هذا الصرح،
لكن كمان ما كابتن منسيش طبعا العامل الصغير، العامل اللي هو بجد بيشتغل اكتر من 12 ساعه في اليوم، وكان بيشتغل بحب كبير جدا جدا للنادي الاهلي. وكان في صوره جميله طبعا كابتن محمود الخطيب بيكرم العمال الصغار، العمال الصغار، وطبعا اهداهم درع النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي. الحقيقه كانت كمان لقطه كل اهلاوي بيختف يعني بيفتخر بيها. الحقيقه كمان ان كل اهلاوي امبارح اذا كان متواجد في النادي الاهلي فرع التجمع او على شاشه التلفزيون، الحقيقه كان يعني سعيد جدا وفخور وعنده جزء من الانبهار من الصوره. يعني خلي بالكم التنظيم، دي الصوره طبعا اللي قدام حضراتكم تكريم العمال الصغيرين، العمال اللي هو بيفحت ويحفر وبيشتغل 12 ساعة في اليوم عشان يظهر هذا المنظر قدام حضراتكم، منظر حضاري وفرع الحقيقة يدعو للفخر. لقطة كانت جميلة جدا ولمسة يعني جميلة، مش يعني وانا بتكلم دايما الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته يعني دايما بيخرجوا بره الصندوق شوية. طبعا شكر الدولة والمسؤولين، ولكن كان مهم جدا الست الطيبة اللي حضراتكم شايفينها ديت اللي تعبت وجهدت، قد ايه فرحتها وقد ايه سعادتها ان الكابتن محمود الخطيب وانها متواجدة على شاشات وملايين الناس بتتفرج عليها وهي بتتكرم بهذا المنظر الحضاري. هذا العامل اللي اكيد هو طبعا ولاده وقرايبه واصحابه فرحوا وطاروا بيه من خلال رؤيتهم في التلفزيونات والشاشات، دي لقطه الحقيقه لقطه انسانيه رائعه من الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته، بتدل دايما تدل دايما على ان النادي الاهلي، النادي الاهلي يا جماعه في حته ثانيه، حته ثانيه بانشاءاته ببطولاته بمجلس ادارته بجماهيره. لقطة الحقيقة وصورة رائعة كانت من أفضل ومن أحسن الحاجات الحقيقة اللي أنا شفتها امبارح. كان في حاجات كتيرة جدا جدا شفتها امبارح زي ما بقول لحضراتكم تدعو للفخر، بقول لك الأجيال كلها متواجدة، إحنا قابلنا يعني ناس ولعيبة كبار جدا جدا كانوا سابقنا، كمان الأطفال والبساطة في هذا الحفل، يعني في نوع من البساطة ولكن البساطة الشيك جدا، حاجة كده يعني حاجة يعني تدعو للفخر الحقيقة. الأطفال اللي بيغنوا للنادي الأهلي، تواجد الكابتن محمود الخطيب، قامات كثيرة جدا جدا على مستوى الدولة وعلى مستوى الرياضة كانوا موجودين في هذا الحفل الكبير. الحقيقة يعني احنا من هنا من قناة النادي الأهلي ومن البرنامج المحترف الحقيقة بنقدم كل الشكر للكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته على كل اللي بيعملوا الحقيقه للنادي الاهلي الفتره الاخيره. يعني شفنا طفره على مستوى النتائج والبطولات في جميع الالعاب سواء كره القدم او الالعاب الفرديه والجماعيه. الحقيقه مجلس الاداره يعني بيكمل مسيره كبيره جدا، ودي كمان من النقطه اللي لازم دايما دايما هنقف عندها، ان جيل بيسلم جيل، زي ما بنتكلم احنا كده لعيبه كره القدم بنتعلم من اللي قبلينا واللي قبلينا بيعلمونا، واحنا لما في ولد ناشئ بيطلع بنعلمه يعني ايه النادي الاهلي. كمان على مستوى مجلس الاداره الكابتن محمود الخطيب يعني افتكر ومنسيش، ودي عاده كل من يتولى رئاسه النادي الاهلي ان هو بيستلم الرايه وبيكمل على المجلس الاداره اللي قبله، وزي ما بقول جيل بيسلم جيل على كمان مستوى مجلس الاداره. الحقيقه الاجيال بتستمر في الانجازات، الاهلي عظيم، نادي كبير، افضل نادي في الكون، طول عمر النادي الاهلي بيسلم الاجيال على مستوى اللاعبين، على مستوى مجالس الاداره. الحقيقه كان حفل رائع في التجمع الخامس. الحقيقه طبعا احنا يعني سعداء بهذا الحدث الكبير، ولكن جماهير وفكر النادي الاهلي اكيد كانوا سعداء، ولكن احنا دماغنا اليوم الحد، يعني دماغنا دايما مشغوله بيوم الحد واللقاء المرتقب ما بين طبعا النادي الاهلي ونادي الوداد في النهائي الافريقي، ومباراه الحقيقه مباراه صعبه على المستوى، مش صعب على النادي الاهلي ولكن الاجواء كلها بتشير ان المباراه مش هتكون سهله. ودايما انا باخد ان فريق الوداد فريق كبير جدا على مستوى افريقيا، عنده خبرات كبيره جدا جدا، عندهم مدير فني جديد الحقيقه قدر يخش بسرعه جدا ويعمل توليفه رائعه من اللاعبين ومن النتائج كمان. النهارده باذن الله هنتكلم مع حضراتكم عن مباراه طبعا الذهاب اللي تقام ان شاء الله في استاد القاهره الدولي، وباذن الله يعني انا متاكد ان الاستاد خلاص 50,000 وان شاء الله يكون اكتر كمان من 50,000، وهقف عند النقطه ديت كمان واشكر كل المسؤولين في الدوله على تلبيه رغبات وتلبيه النداء، وده شيء طبيعي. النادي الاهلي
لما بيلعب النهائي. اكيد الساعه الكامله لاستاد القاهره ان شاء الله هتكون موجوده، وباذن الله يكون كالعاده الجماهير، جماهير النادي الاهلي العظيمه، هتكون اللاعب رقم واحد وهي السند وهي الداعم في هذه المباراه باذن الله لاولادنا لتحقيق نتيجه ايجابيه. الحقيقه الملايين هتكون خلف الشاشات ان شاء الله في العالم كله. الحقيقه زي ما بقول لحضراتكم كان دور الدوله مهم جدا. لازم نشكر طبعا الدوله المصريه، وزير الداخليه، وزير الرياضه، ومجلس اداره النادي كمان اللي اصر على وجود الساعه الكامله للاستاد القاهره في هذه المباراه الكبيره. ان شاء الله زي ما بقول لحضراتكم النهارده هنتكلم بالتفاصيل عن هذه المباراه، صعوبتها في ايه بالظبط، فريق الوداد مشواره في البطوله الافريقيه كان ماشي ازاي، دور كمان الجماهير، وده مهم جدا، دور الجماهير، جماهير النادي الاهلي العظيمه هو زي ما بقول لحضراتكم هو اللاعب الاول في الفريق. ان شاء الله بعد بكره يكون متواجدين بشكل كبير، ويكون عنده كالعاده يعني مفعول السحر في كل البطولات في الفتره اللي فاتت، ومباريات صعبه كان النادي الاهلي بيمر بيها، ولكن كالعاده جماهير النادي الاهلي دايما هي الداعم وهي الساند وهي يعني الباور والقوه اللي يعني بياخدها لعيبه النادي الاهلي لتحقيق انجازات وبطولات. الحقيقه الضغط يعني النادي الاهلي خلاص متعود على ضغط هذه النهائيات مفيش شك. احنا اتكلمنا على ضغوطات كتيره مر بيها النادي الاهلي، تفتكروا الموقف الصعب جدا في دور المجموعات، وازاي النادي الاهلي بخبرته وازاي النادي الاهلي باصراره ومجهوده وبعرقه قدر يوصل للدور الثاني ويعدي دور المجموعات. وصدقوني احنا اول يعني ما النادي الاهلي عدى دور المجموعات احنا قلنا النادي الاهلي في النهائي. ولو اتكلمنا عن النهائي الحقيقه النهائيات ليها شكل مختلف تماما، ما تقدرش تقول كلنا نتمنى النادي الاهلي هو اللي يحمل هذه الكاس، ولكن حسابات مختلفه وتكتيك مختلف وظروف مختلفه واجواء مختلفه. مباريات النهائي اذا كانت الذهاب او الاياب بتحمل الكثير من يعني الطلاسم زي ما بيقولوا في الملعب وخارج الملعب. بطل المغرب فريق كبير زي ما بقولت لحضراتكم النهارده، عشان نبين الصوره اكتر للكلام اللي بقوله النهارده، الدكتور احمد بيومي كمان يعني دكتور في الارقام والاحصائيات هيكون موجود معانا عشان يعرفنا شكل الوداد في الفترات الاخيره من دور المجموعات لغايه المباراه النهائيه، شكله الدفاعي عامل ازاي، الهجومي عامل ازاي، بيعتمدوا على ايه، كاونتر اتاك، بيطلعوا بالهجمه، كل دوت هنشوف صوره كده لفريق الوداد ان شاء الله، وازاي بيلعب في المباريات النهائيه وازاي وصل للمباراه النهائيه. كمان ما ننساش على التحليل الفني هكون معانا اتنين كبار من نجومنا، طبعا الكابتن اسامه عرابي والكابتن عمرو الحديدي، هنتكلم معاهم في كل بقى تفاصيل المباراه ان شاء الله باذن الله على النواحي الفنيه. كمان عايز اقول لحضراتكم ان احنا طبعا هنا في قناه النادي الاهلي دايما بيكون يعني على ميعاد مع استوديو تحليلي، طبعا هيكون موجود كالعاده الكابتن ايمن شوقي يكون موجود، وطبعا كل نجومنا الموجودين لتحليل هذه المباراه المرتقبه، وان شاء الله كل التوفيق، كل التوفيق ان شاء الله لفريقنا النادي الاهلي العظيم. طيب عندنا شويه اخبار كده، النادي الاهلي طبعا بيستعد للمباراه ديت يعني لقدم المساق، وكمان الفريق بيواصل تدريباته استعدادا لهذه المباراه طبعا في النهائي، طبعا يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله على ملعب استاد القاهره. هننتظر، واكيد انا بقول انا زي يعني كل مره هتلاقي الجماهير من الساعه 3 موجودين، والاستاد ان شاء الله متقفل باكثر من 50,000، وزي ما بقول لحضراتكم ان شاء الله باذن الله يكون هذا الدعم دعم ايجابي ويشد من ازر اللعيبه في هذه المباراه الصعبه. مفيش شك ان المباراه زي ما بقول لحضراتكم بحجم النهائي، نهائي دوري ابطال افريقيا، مباراه يعني عايزه تركيز كبير جدا سواء من اللاعبين من الاداره الفنيه، وكمان التحضير لهذه المباراه. مفيش شك الفتره الاخيره مارسيل كولر بيقدم شكل اكتر من رائع على المستوى الفني، ده يعني بيسبقه يعني تحضير كتير جدا جدا، ودي المباراه النهائيه التحضير، صدقوني التحضير لهذه المباراه بيكون مهم جدا سواء على المستوى الفني او على المستوى المعنوي. قدام حضراتكم طبعا النادي الاهلي بيتدرب بشكل مكثف، شايفين طبعا الثلاث حراس بتوعنا بيتمرنوا، كل الناس موجوده بشكل وتركيز اكتر من رائع، كل الناس بتفكر الحقيقه في الكاس ال11. تدريبات زي ما بقول لحضراتكم مفيش بقى تدريبات خلاص على مستوى اللياقه البدنيه، النادي الاهلي وصل يعني لقمه اللياقه البدنيه، واللعيبه كلها يا دوبك استريتشات، وكان لو كان في كلام على النواحي التكتيكيه النواحي الفنيه
بيتكلم فيها مارسيل كولر. كمان على مستوى حراس المرمى يعني الكل الحمد لله متواجد، واحنا ما عندناش مشكله في حراسه المرمى الحقيقه. مصطفى شوبير كمان بيقدم في كل اختبار بيمر بيه مصطفى شوبير بيقول وبيثبت ان احنا عندنا حارس مميز جدا. اكيد محمد الشناوي قوه ضاربه في النادي الاهلي، احسن حارس مرمى في مصر على مستوى منتخب مصر على مستوى النادي الاهلي، ولكن مش قلقانين. احنا كلنا نتمنى ان شاء الله باذن الله انه يعود ويكون حارس مرمى النادي الاهلي، ولكن لا مانع ابدا يكون كمان مصطفى شوبير اللي قدم مستويات رائعه في الفتره اللي فاتت، ويكون يعني كمان بدايه بالنسبه له بدايه مشوار افريقي قوي جدا. زي ما بقول لكم حمدي فتحي متواجد بيتمرن، كل الناس مركزه، كل الناس عندها ان شاء الله اصرار وعندها عزيمه لخوض هذه المباراه بكل قوه وتقديم مباراه جيده على مستوى الاداء وعلى مستوى النتيجه. وخلونا نتكلم وهتكلم مع ضيوفنا في هذه النقطه، هو النتيجه اهم ولا الاداء اهم؟ الحقيقه النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت بيقدم لنا الاثنين، بيقدم النتيجه وبيقدم الاداء، لكن المباراه النهائيه يعني المباراه النهائيه هي مباراه نهائيه. يعني في مباراه ثانيه ان شاء الله في المغرب، لكن مهم جدا ان شاء الله المباراه دي تخرج بشكل رائع على المستوى التكتيكي على المستوى الفني، ويكون النادي الاهلي يكسب ان شاء الله مكسب يساعده بشكل كبير في مباراه العوده. طيب دي كانت اخبار النادي الاهلي. اخبار الوداد استعداداتهم طبعا، وهقول من بعض المواقع المغربيه ان في اجراءات صارمه في معسكر الوداد. الحقيقه هنبدا يمكن الجوله دي بموقع هوسبورت المغربي اللي اكد ان الحصه التدريبيه للفريق المغربي اليوم المقرر اقامتها على ملعب 30 يونيو هيكون مسموح لوسائل الاعلام بالتواجد لمده 15 دقيقه. الموقع اكد ان فاندربوك المدير الفني للوداد الحقيقه فرض اجراءات صارمه داخل مقر الفريق واداره الفريق بتامين الفندق لتفادي اي نوع من انواع الاختلاط بالجماهير او وسائل الاعلام او اي مؤثرات يمكن انها تشتت اللاعبين قبل المباراه طبعا. وزي ما بقول لحضراتكم في اقبال قياسي على مباراه كمان مباراه الاياب هناك، مباراه الاياب هناك في المغرب بيقولوا كمان في اقبال كبير جدا، وده المتوقع الحقيقه سواء جماهير النادي الاهلي او جماهير الوداد الاثنين معروفين بانتمائهم وحبهم للنادي اللي بيشجعوه. طبعا صوره قدام حضراتكم انه في اقبال قياسي على تذاكر النهائي في الوداد، وده شيء متوقع وده شيء النادي الاهلي مش جديد عليه. النادي الاهلي ياما لعب في نهائيات وكان في جماهير وكان في ضغوط جماهيريه، الحقيقه ده مش جديد عن النادي الاهلي. طيب كمان في صحيفه الصباح المغربيه اكدت ان هناك زي ما اقول لحضراتكم اقبال كبير جدا على تذاكر اياب نهائي دوري الابطال، وطبعا ده شيء متوقع زي ما قلت لحضراتكم وشفناه في مباريات كثيره جدا جدا سواء كانت داخل المغرب او حتى داخل بعض البلاد الاخرى، وان النادي الاهلي عنده من الخبره ومن القوه ومن الشخصية انه يلعب امام جماهير كثيرة جدا، فما عندناش مشكلة في ديت وان شاء الله كل التوفيق لنادينا. كمان نوع من انواع الحوافز لفريق الوداد تقريبا مليون درهم، دي مكافأة العودة بنتيجة ايجابية في مباراة القاهرة. الصحيفة كمان قالت ان واكد يعني في صحيفة كمان المغربية اكدت ان رئيس نادي الوداد اكد للعيبة بتخصيص منحة أو يعني زي ما بيقولوا كده في مكافأة مالية من أجل تحفيزهم على العودة بنتيجة إيجابية من القاهرة. أكدت الصحيفة أن في مصادر خاصة أن النصيري حدد تقريبا مليون درهم نظير العودة بنتيجة إيجابية من القاهرة. أكدت كمان الصحيفة أن النصيري وعد اللاعبين بمنحة أو بجائزة أو بمكافأة أكبر طبعا في حالة التتويج باللقب الأفريقي. طيب قبل ما نخرج وزي ما عودناكم في يمكن الحصاد يعني هنبص سريعا كمان زي ما اتكلمنا على النهائي الافريقي سريعا على الدوري المصري. الحقيقه النادي الاهلي يمكن حقق 9 نقاط من خلال فوزه في ال3 مباريات اللي كانت مؤجلين للنادي الاهلي، فاز على انبي وعلى طلائع الجيش وعلى سيراميكا كليوباترا. قدام حضراتكم ده ترتيب جدول الدوري لغايه دلوقتي، النادي الاهلي في الصداره 62 نقطة من 24 مباراة، بيراميدز في المركز الثاني 58 من 28 مباراة، فيوتشر الثالث 54 من 28 مباراة، الزمالك في المركز الرابع ب 50 نقطة من 29 مباراة، مولين العرب 42 نقطة في المركز الخامس، المصري السادس ب 40 نقطة،
المركز السابع فاركو ب40 نقطه، الاتحاد السكندري الثامن ب40 نقطه، انبي في المركز التاسع 39 نقطه. الحقيقه مراكز كتيره جدا فرق نقطه واحده والدوري مشتعل وخاصه في القاع زي ما هنشوف مع حضراتكم. سموحه في المركز العاشر 35، البنك الاهلي 34، اسماعيلي 33. نبدا من سيراميكا ونبدا نشوف الموضوع حتى من لغايه النادي الاهلي، البنك الاهلي والاسماعيلي. سيراميكا 31 نقطه، اسوان 31، غزل المحله 31، الداخليه 28، طلائع الجيش 26، حرس الحدود اصعب الفرق بقاء للدوري. ولكن الحقيقه القاع مشتعل بدايه زي ما بقول لحضراتكم، بدايه حتى من البنك الاهلي ب 34 نقطه، ويعني مرورا بالاسماعيلي وسيراميكا. الحقيقه الدوري مشتعل، لكن زي ما بقول لحضراتكم الدوري لم ينتهي بعد. كل الناس بتتكلم اكيد النادي الاهلي الاقرب، والنادي الاهلي مصر على الفوز بهذه البطوله، بطوله الدوري، بطوله كمان محببه للنادي الاهلي وصاحب الرقم القياسي الكبير فيها. لكن كمان زي ما بقول لحضراتكم على مستوى القاع في صراع شديد جدا جدا في الدوري المصري. هنطلع فاصل سريع، بعد الفاصل هنستقبل نجومنا الكابتن اسامه عرابي والكابتن عمرو الحديدي عشان نتكلم معاهم في مباراه يعني النهائي الافريقي ما بين الاهلي والوداد. هنشوف مع حضراتكم بعد الفاصل. كمان عندنا لسه الدكتور احمد بيومي كمان هيكون موجود معانا. انتظرونا بعد الفاصل وعوده، ويعني الاستعداد الفني لمباراه النادي الاهلي والوداد في النهائي الافريقي. اهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا نرحب بنجومنا النهارده طبعا في يوم الجمعه الحصاد، ويعني نتكلم باستفاضه عن مباراه النهائي ما بين النادي الاهلي والوداد. بنرحب بالكابتن اسامه عرابي. كابتن منورنا. الله يخليك يا كابتن هاني، منورنا. اهلا وسهلا بيك وسعيد بوجودي معاك ومع الكابتن طبعا. بنرحب كمان بصخره الدفاع الكابتن عمرو الحديدي. مساء الفل عليك عمور. مساء الفل يا كابتن هاني، ومبسوط مع حضرتك وكابتن اسامه. مباراة مهمة جدا يا كابتن أسامة كابتن عمرو، لكن خلينا الأول، أنا كنت موجود امبارح طبعا في افتتاح التجمع والتقيت بيكم، وعايز أعرف منكم اللي شفتوه هناك ردود الأفعال بتاعتكم على افتتاح فرع أو يعني صرح جديد للنادي الأهلي في التجمع الخامس. وشفت ازاي يا كابتن اسامه، وشفت هذا الصرح ازاي، وشفت الاضافه على مستوى البنيه التحتيه للرياضه، شفت الاجواء ازاي في الاحتفاليه امبارح؟ اكيد كنت سعيد جدا زي كل الحضور اللي كان موجود، سواء لاعبين قدامى، سواء اعضاء مجلس اداره، سواء اعضاء عاديين، سواء مدعوين. بصراحه مكان صرح زي ما انت قلت، وفخر لكل من ينتمي للرياضه اولا. صحيح. في 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 مصر، لان هو اضافه لمنظومه الرياضه كلها على مستوى الدوله يعني، وطبعا بصفة خاصة لأعضاء النادي الأهلي والجمعية العمومية وطبعا جماهير النادي الأهلي. لكن أيضا أنت عارف أنه الأندية مش شرط كل أعضائها بيبقوا من النادي الأهلي، هو النسبة الكبيرة بتبقى من النادي الأهلي. صحيح. لكن في كل الفروع هتلاقي أعضاء من انتماءات مختلفة، الأندية مختلفة. مظبوط. فبيستفادوا سواء بيستخدموا النادي في حمامات السباحة، في الألعاب الأخرى، بيشتركوا الأسر المصرية بشكل عام. صحيح. صحيح. النسبة الأكبر طبعا بتبقى للنادي الأهلي، لكن هو إضافة للرياضة المصرية يعني بصفة عامة. واعتقد انت يعني يمكن طبعا انت اصغر مني، بس انت حضرت برضو من اول ما احنا كنا في الجزيره، بس طبعا. ما كانش لسه بالظبط، ما كانش اي فرع جديد. صح. شوف بقى، كان كل الفرق الرياضيه هاني بتتمرن على ملعب استادي تيتش من اول التسع سنين وعشر سنين لغايه الفريق الاول، وده واقف ورا ده عشان ينزل التمرين، والملعب بايظ. وشوف انت بتتكلم كمان على تطور حصل بقى. صحيح. مدينه نصر ما شاء الله، ثم الشيخ زايد، واخيرا التجمع اللي هو يعني كمان كل الفروع هايله طبعا، وده كمان على تطور اكتر، لانه اخر فرع اساليب حديثه بقى ونظم جديده حتى موجوده على مستوى الانديه العالميه. فاضافه حقيقة غير طبيعيه للرياضه المصريه، وطبعا للنادي الاهلي بصفه خاصه. وكنا سعداء لان شفنا رموز كتيره ما كناش بنشوفها لنا فتره، سواء من اعضاء مجالس ادارات قديمه او ناس عاملين في الوسط الرياضي او زملائنا بقى احنا اجيال مختلفه. صحيح. كانت موجوده، فهو الناس كلها كانت سعيده فعلا
يعني كان نفسنا نشوف اليوم ده وان شاء الله مزيد من ان شاء الله. فبنشكر الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته وطبعا كل مجالس الادارات السابقه اللي كله بنى طوبه ورا طوبه، يعني من اول بقى نادي الجزيره في وبعد كده مدينه نصر ثم زايد ثم اخيرا التجمع. يعني عمور بص يا كابتن حبيبي يا كابتن ربنا يخليك، يمكن الكابتن اسامه قال كل حاجه عن الصرح بتاع النادي الاهلي. يمكن انا امبارح وانا خارج من النادي فكرت في حاجه معينه، النادي الاهلي عمل مبادره امبارح اسمها مصلحتنا واحده، لم كل الناس حواليه حقيقي. في نفس الوقت خلى البرنامج بتاعه اسمه لم الشمل، قدامه اعضاء مجلس اداره، لعيبه، شخصيات هامه في الدوله، حتى الكابتن محمود وهو بيتكلم كل المجهود والتعب اللي حصل انتهى عند التتويج امبارح بالافتتاح، كان الشكل العام اكثر من رائع. يعني زي ما بيقولوا النادي الاهلي لو فكر في فرقته زي ما الكابتن اسامه بيتكلم على ان التتش بس اللي كان موجود لاثناء التدريب، لا بقى مكان بعيد عن الناس تقدر يعني تشتغل فيه في هدوء وسكينه وانت شغال. التطور اللي موجود لاقوى بارك للالعاب كلها، النادي الاهلي امبارح كان بجميع الالعاب موجود حوالين افتتاح القاهره الجديده للنادي رقم 4، والكابتن الخطيب نوه على ان الفتره اللي جايه هيبقى فيه في المحافظات الاخرى. اعتقد الحاجه اللي احنا شفناها امبارح دي مش هتتكرر كتير. صحيح. هو النادي الاهلي بتاع المفاجآت، بتاع الاهتمام والتطوير والمبادئ، هو عنده كل حاجه من تطوير. صحيح. لمبادئ لتاريخ لاسلوب شفناه امبارح. ده امبارح ده حقيقي، ده حقيقه، بجانب طبعا اكيد يعني التورتايه النادي الاهلي هو فريق الكوره كابتن اسامه، والحمد لله الفتره اللي فاتت الحقيقه حتى على مستوى الالعاب الاخرى في نجاحات كبيره جدا، ولكن تبقى كره القدم وفريق كره القدم هو يعني زي ما بيقولوا كده التورتايه، والناس كلها بتبص على فريق النادي الاهلي. طيب النادي الاهلي مشوار طويل في البطوله الافريقيه الحاليه، مر ببعض المنحنيات، مر بعض الظروف الصعبه، ولكن وصل للمباراه النهائيه امام الوداد المغربي. شايف المباراه ازاي يا كابتن اسامه؟ اولا بالجزء التحضيري المعنوي وتواجد الجماهير والاستعداد النفسي قبل ما نخش فنيات وتحضير على مستوى التكتيكي، شايف الامور يعني شايفها ازاي من النواحي دي؟ اولا انجاز كبير للنادي الاهلي انه دي المره الرابعه على التوالي يصل للنهائي، زي الانجازات الكتيره انه بطل القرن وحصل على 10 بطولات ابطال دوري وغير الابطال الكؤوس غير الكونفدراليه، فاربع مرات متتاليه دي مش سهله ابدا تحصل مع اي فريق في القاره. أيه. خدت منهم اتنين وان شاء الله الثالثه، يمكن خساره كانت ليها ظروف، مباراه الوداد السنه اللي فاتت كانت مباراه واحده، ان شاء الله دي البطوله الرابعه على التوالي ان شاء الله تكون، والثالثه في التتويج ان شاء الله. الجماهير زي ما انت قلت هيبقى ليها دور كبير وعامل معنوي كبير، وان شاء الله كمان مش بيبقوش ما بيبقوش 50,000 بس، يعني اتمنى يكونوا الساعه الكامله ان شاء الله. الساعه الكامله يعني ان شاء الله، لانهم هيبقوا ليهم تاثير السحر على اللعيبه. اللعيبه تعبت كتير قوي في اثناء البطوله، وزي ما انت قلت راحوا في منحنى خطر جدا اللي هو في لحظه مباراه الهلال وصن داونز اللي كان لسه ممكن الامور مش في ايدينا بالظبط، مش في كانتش في ايدينا، لكن بانتهاء مباراه الهلال والوداد النادي الاهلي انطلق بقى، يعني في دوري المجموعات كان ماشي بصوره متخبطه شويه، لكن من اول ماتش الهلال السوداني هنا في القاهره 3-0 ثم الرجاء 2 وتعادل في المغرب ثم ترجي 3 ومكسب هنا 1، المنحنى في تصاعد، في ثقه في الاداء وصلت للعيبه والجهاز الفني مع بعض، بقت في كيمياء راكبه يعني. التشكيل تقريبا بقى المعروف شبه ثابت، يعني احنا من قبل مثلا 10 مباريات او قبل دوري المجموعات، في دوري المجموعات او في اثناء حتى بطوله كاس العالم للانديه في مراكز كتيره الناس ما كانتش عارفه مين اللي يبدا ومين اللي قاعد ومين طب دي نقطه مهمه كابتن اسامه هنتكلم عليها. ماشي. اسمع برضو عمرو، المباراه النهائيه التحضيرات قبل المباراه النهائيه بتختلف تماما عن اذا كنا بنلعب في دوري او دور مجموعات، شايف التحضيرات ازاي بالنسبه للتحضير النفسي للاعيبه النادي الاهلي؟ وكمان لازم نفكر ان كمان
فريق الوداد كان تقريبا ما عندوش امال كثيره، لان المباراه امام سان داونز هناك في جنوب افريقيا كل المؤشرات كانت بتقول فوز سان داونز، وقايس فجاه بيقدم مباراه كبيره وبيصل للمباراه النهائيه امام النادي الاهلي. هو ده يا كابتن هاني، احنا ما بنستقرش او بنشوف المشاهده ان المباراه اللي هناك هي دي النهايه، اما سان داونز تعادل مع الوداد في محمد الخامس، لا، المباراه هي مشهد واحد. النادي الاهلي عارف كويس قوي تصحيح وضعه اللي الناس كلها بتفكر فيه، نبض الشارع اللي بيفكر ان النادي الاهلي كان في 2017 او في 18 كان موجود وحصل خساره، مالناش دعوه باللي فات. اللي فات دلوقتي النادي الاهلي لاعيبته التركيز والثبات الانفعالي والروح في وجود الجماهير تعلي كفه النادي الاهلي وينتهي المشهد من القاهره. والكلمه المعتاده اللي بقولها لحضرتك، عدم استقبال مرمية اي حاجه، اي هدف، اي تهديد على مرمى الشناوي. الفتره اللي فاتت زي ما كابتن اسامه قال، تجميعه اللعيبه والروتيشن اللي كان روتيشن عام بقى روتيشن مؤقت، اللعيبه دلوقتي كلها في مستوى واحد. مش عايز اقول بدلاء، كسره لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده بره واللي جوه في اي وقت انت بتحتاج بتلاقيه. انا معاك عمرو، هنتكلم بالتفصيل على الشكل المميز للنادي الاهلي الفتره اللي فاتت، اتكلمنا على بعض المباريات فيها الروتيشن وازاي كولر بيدخل ويخرج، هنتكلم في كل دوت، لكن خلينا كمان نشوف لغه الارقام والاحصائيات مع دكتور احمد بيومي اللي هيشرفنا ويدينا زي ما قلت لكم في الانترو، ادينا شكل معين لفريق الوداد المغربي في يمكن الفتره اللي فاتت، وازاي بينعكس ايجابيا على ان شاء الله فرقتنا والتكتيك اللي هيقوم به النادي الاهلي. وبنرحب معاكم بالدكتور احمد بيوم. دكتور مساء الخير، منورنا ومشرفنا دايما. كابتن هاني طبعا بسعد دايما بالتواجد مع حضرتك، وباذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي في تحقيق النجم ال11 باذن الله. ان شاء الله باذن الله. اتكلمنا وكنت بتكلم مع الكباتن على فريق الوداد، الحقيقه اللي انا من وجهه نظري كان يعني خد جرعه معنويه كبيره جدا جدا لوصول المباراه النهائيه بعد التعادل والمباراه الرائعه اللي قدمها امام سان داونز. كان سان داونز المرشح حتى للفوز بالبطوله، ولكن هذه الدفعه المعنويه اكيد هتكون ليها عامل كبير جدا في مباراه يوم الاحد. لكن عايز تعرفنا وتعرف الناس شكل الوداد. اللي اعرفه ان الفريق الوداد قوي جدا دفاعيا، وانه يمكن ما اتغلبش من دور المجموعات لغايه ما وصل للنهائي، ما اتغلبش ولا مباراه على ارضه، وكمان ما جاش جون فيه، يعني ده كمان رقم مهم جدا ومعلومه مهمه جدا. فسر لنا ده اتعمل ازاي. طيب خلينا في البدايه طبعا نستعرض مشوار الوداد اللي من خلاله ممكن نشوف نستنبط بعض النواحي الدفاعيه والهجوميه زي ما حضرتك تفضلت وقلت. لو استعرضنا مشوار الوداد ده هنلاقي ان هو طبعا بخلاف الدور التمهيدي لانه لعب 10 مباريات، طبعا في الدور التمهيدي لعب مباراتين ذهاب وعوده، خسر في اول مباراه وبعد كده كسب 6-0 على 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 ارضه، هنلاقي ان هو لعب 10 مباريات. النقطه اللي تهمني دايما زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان هو على ارضه ما دخلش مرمى ولا هدف، ويمكن كسب على ارضه جميع المباريات، ما تعادلش غير مباراه وحيده كانت امام سان داونز. نفس الكلام خلال مشواره في العشر مباريات ما دخلش مرمى غير 4 اهداف بس، منهم هدفين اللي هم كانوا في سان داونز. ويبقى احنا النهارده بنتكلم على منظومه دفاعيه جيده جدا بالنسبه لفريق الوداد. في المقابل طبعا برضو الفريق عندنا النادي الاهلي الاحصائيه ديت بدايه من دور المجموعات بالظبط، العشر مباريات بدايه من دور المجموعات وصولا لحد ان شاء الله المباراه النهائيه. بالنسبه للنادي الاهلي طبعا بالنسبه خلال اخر 13 مباراه برضو بنتكلم على في نضج وفي تطور دفاعي مع مارسيل كولر. طبعا خلال اخر 13 مباراه ما دخلش برضو مرمى الاهلي ولا هدف، وفاز في جميع المباريات بخلاف مباراه وحيده هو اللي تعادل فيها. صحيح. فاحنا برضو بنتكلم على تطور دفاعي بالنسبه للنادي الاهلي وتطور، وعندنا شكل دفاعي جيد جدا بالنسبه لنادي الوداد. طيب انت اتكلمت ان الوداد عنده قوه دفاعيه بشكل اكتر من رائع وبيشتغل بيها بشكل كويس، وخلال يمكن دور المجموعات كلها ما دخلش في يعني على الارض اي هدف. المنظومه دي عملها ازاي او شكلها ايه داخل الملعب؟ يعني ممكن نشوف اول صوره فنيه عشان نبتدي نترجم النواحي الرقميه دي للنواحي الفنيه. نعرض دلوقتي اول صوره فنيه، هنلاقي مثلا طريقه اللعب او الطريقه عندنا طبعا بيلعبوا بطريقه 4-1-4-1. طبعا ده شكل دفاعي من الدرجه الاولى، بيبتدي ان هو كل اللعيبه بتبقى دايما تحت الكوره. ده شكل دفاعي بالنسبه لطريقه اللعب. لو برده ممكن نستعرض الصوره الثانيه،
الصوره الثانيه دي هنا ده كانت في خلال مباراه سان داونز، بنتكلم في خلال ال 30 متر ال 20 لعيب بالنسبه لنادي سان داونز. الفرقتين في 30 متر، في 30 متر يعني اصلهم بس نجيب الجون هنا والجون هنا خلاص يبقى 30 متر، هو ده الماتش بتاعنا كله. طبعا هنا دي نقطه مهمه جدا، ليه؟ هنا بنتكلم على الوقفه الدفاعيه لفريق الوداد وازاي ان هو قدر يدرس فريق سان داونز، ودي نقطه مهمه جدا. يعني اسمح لي ان انا اوضح ان الاتحاد المغربي فاتح اكبر شركه تحليل على مستوى العالم لتحليل الاداء لجميع المدربين الموجودين في الدوري، وده طبعا واضح جدا عشان يبقى عندهم القدره ان هم يدرسوا نقاط القوه والضعف لفرقتهم، نقاط القوه والضعف للفريق المنافس. فطبعا دي تعتبر احد الاداء او الادوات اللي بتبتدي ان هم يطوروا من ادائهم، بيطوروا من ادائهم وبيطوروا المدربين كمان. ده شيء مميز جدا انك كمان المدرب بيخش وبيحلل وبيطور نفسه من خلال التحليل جميع المدربين. طبعا ده انعكس طبعا على المنتخب المغربي وازاي ان هم شرفونا على المستوى الافريقي طبعا في كاس العالم. خلينا برضو الصوره دي قبل ما نقف فيها، يعني هنتكلم ان هو تقريبا الفرقه كلها بتلعب في اقل من 30 متر والجزء الدفاعي عندهم كويس. اللي الصوره لو حبينا نقول ان سان داونز ده النادي الاهلي، ايه اللي ممكن النادي الاهلي ممكن يعمله لو هذا التكتل الدفاعي المنتظر من فريق الوداد المباراه اللي جايه؟ يفضل طبعا في اي تكتل دفاعي دايما الثنائيات، يكون عندك في ثنائيات يضرب التكتل الدفاعي دوت، تبتدي ان انت بقدر الامكان تفتح الملعب بحيث ان بالنسبه للوينجرز عندك يفتحوا الملعب بحيث ان انت تضرب التكتل ده ما يبقاش متكتلين في مكان او في قلب الملعب، بحيث ان انت ممكن تشتغل على ارضيات، ممكن عندك الثنائيات من قلب الملعب ان هو يضرب التكتل الدفاعي ده. دي ممكن احد الحلول اللي ممكن يستخدمها النادي الاهلي. نستعرض برضو شكل دفاعي لفريق طبعا الوداد في سان داونز. نشوف الصوره اللي بعديها برضو نفس الكلام استكمالا للنواحي الدفاعيه لي او القوه الدفاعيه للنادي الوداد، هنلاقي دايما كلهم بيبقوا دايما تحت الكوره. عندنا طبعا بدايه الدفاع عندهم من الاسترايكر، هو اللي بيبتدي يضغط عشان ما يديش فرصه للفريق المنافس ان هو يعمل البيلد اب بتاعه. سامبو بالظبط، طبعا ده من احد المهاجمين او الهداف بتاعهم 7 اهداف، طبعا بيتميز بطول القامه والضخامه الجسمانيه، فمهاجم جيد جدا قوي جدا طبعا. نشوف برضو الصوره اللي بعديها برضه، ده استكمال نفس الكلام في مباراه ثانيه برضه، هنلاقي ان هم دايما بيلعبوا دايما تحت الكوره. طيب رد الفعل بقى الهجومي او الطريقه الدفاعيه ليهم دي ازاي ان هو يقدر يعمل عمليه ترانزيشن عشان يدخل الناحيه الهجوميه؟ بيعتمد ان هو مجرد ما بيقطع الكوره لازم يكون عنده سرعات عاليه جدا عشان يستفيد من المساحات خلف. يعني هو تقريبا بيعمل تكتل او بيعمل بيضيق المسافات بالنسبه لنص الملعب وخط الدفاع على اساس ان هو يستحوذ على الكره ويقطع الكره. الجزء اللي انت بتتكلم عليه ان هو مش من الفرق اللي بتعمل استحواذ وبيعملوا بيلد اب بشكل كويس، ولكن بيعتمد اول ما يقطع الكره بيعتمد على السرعات والكاونتر اتاك. بالظبط، يعني ريت ممكن برضه نشوف الصوره اللي بعديها. هنا مجرد ما الكره تتلعب من البيلد اب بتاع سان داونز، الكره بتتعمل تمريره، خش في الصوره اللي بعديها هنلاقي ان هو اول ما بيقطع الكوره لازم يعني الكره دي اللي الصوره اللي فاتت لعب الكره فالكره اتقطعت في نص الملعب. هنا بقى يبان عمليه الكاونتر اتاك او ترانزيشن بقى عشان يشوف يدخل في مرحله الهجوم. الصوره اللي بعديها برده ممكن نستعرضها، هنلاقي هنا سرعات عشان يستفيد بالمساحات خلف الباكات اللي المفروض هم طايرين عشان يبتدوا يعملوا الكثافه الهجوميه، فبالتالي شيء طبيعي بيعمل وراه مساحات فاضيه. ده كده يمكن بالنسبه للنواحي الدفاعيه. طيب على اتكلمنا على المستوى الدفاعي، بيعملوا بلوك كويس قوي وبيعتمدوا اول ما الكره تتقطع بيعتمد على الترانزيشن، التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه بسرعات وكره للامام. طيب الشكل الهجومي، التلت الهجومي بتاعهم بيشتغل ازاي؟ يعني قوتهم فين في الحاله الهجوميه؟ هل كرات بينيه؟ هل كرات عرضيه؟ هل بيستفيد شويه بالكرات الثابته؟ تمام، خلينا نستعرض المعدل العام التحليلي اللي من خلاله ممكن نعرف شكل الفرقه عامله ازاي بالنسبه للنواحي الهجوميه. لو استعرضنا المعدل العام التحليلي هنلاقي ان هم طبعا زي ما اتفقنا ان هم لعبوا 10 مباريات بدايه من دور المجموعات، كان معدل استحواذهم 53%، مش ده اللي يهمني، اللي يهمني طبعا معدل التمريرات. هنلاقي معدل تمريراتهم 387، يعني بنتكلم في معدل استحواذ منخفض، وده شيء طبيعي جدا لفرقه مش بتلعب على الاستحواذ، بتلعب دايما على النواحي الدفاعيه وبعد كده بيبتدي يلعب على الهجمات المرتده. النقطه الثانيه اللي تهمني برضو هنلاقي ان معدل اهدافهم هو هدف كل مباراه، هم طبعا احرزوا 10 اهداف منهم تقريبا بمعدل هدف كل مباراه، فهم فرقه مش بتجازف هجوميا، ما عندهمش الاندفاع الهجومي، بياخدوا اللي هم عاوزينه من المباراه باقل مجهود. النقطه طبعا اللي بعديها اللي تهمني جدا طبعا هي معدل العرضيات، فرقه بتلعب 16 عرضيه في المباراه الواحده، ده رقم كبير جدا، فبنتكلم على خطوره عرضياتهم، بنتكلم على كثافه عرضيه على الاطراف، ده شكل او طريقه لعبهم. لو جينا استعرضنا الصور اللي بتعبر على النواحي الهجوميه ونربطها بمعدل العرضيات، تمام، هنلاقي ان هم احرزوا 10 اهداف، من ال 10 اهداف دول 5 اهداف يعني 50% من عرضيات وكرات بينيه من على الاطراف، الخمس اهداف التانيين يا اما من كوره
ضربه جزاء، عندنا هدف من ضربه حره مباشره، عندنا هدف من هدفين عكسيين، هدف عكسيين بالظبط، وباقي الاهداف كلها من كرات عرضيه. يعني تقريبا بيعتمدوا بشكل كبير جدا في احراز الاهداف على الكرات العرضيه والاطراف. والاطراف الاهلي لازم يقفل الاطراف بتاعته، خصوصا لو هو ساب له الاستحواذ وبدا الاهلي انه يضغط، فبالتالي شيء طبيعي هنلاقي مساحات خلف في الباكرات او الباك ليفت، لازم الاهلي يقفل المساحات يعمل دي بالظبط. ده كده اول هدف مثلا عندنا، ده في مباراه بيترو اتلتيكو برده اول هدف من العرضيه او من على من على الطرف اليمين بالظبط. ممكن نشوف الصوره اللي بعديها، راس الحرب سامبو هو اللي احرز هذا الهدف بالظبط. خلينا نشوف برده الصور سريعا كده، ننقلها سريعا برده. ده الهدف. شوفوا الصوره اللي بعديها برده نفس الكلام، ده هدف ثاني برده، كوره بينيه من على الطرف برده. يعني كمان من يعني ده كمان مهم جدا، مش لازم يطلعوا على الجنب عشان يعمل الكوره، هو بيعتمد على سرعه سامبو، بيعتمد على القوه البدنيه، وممكن يلعب كوره من وسط الملعب تقريبا في شكل كده النادي الاهلي بيعمله ساعات. علي معلول بيعمل نفس الطريقه بالظبط، انه يلعب الكوره ورا الخط الدفاع او ورا السردباكين، معتمد على قوه البدنيه لسامبو يعني بالظبط. نشوف برده الصوره اللي بعديها، دي صوره مهمه طبعا، دي برده الهدف، الكره اللي جت لسامبو بدا يعمل الفينش بتاعه. نشوف الصوره اللي بعديها نفس الكلام، كره عرضيه برده بهدف. احنا بنتكلم على خمس اهداف، يعني 50% من الاهداف اللي جابوها كرات عرضيه الطريقه. يبقى اذا احنا بنتكلم من النواحي الهجوميه، خطورتهم في الاطراف في الوينجرز بتاعتهم، بنتكلم في يحيى المترجي، بنتكلم في عندنا ونجم، بنتكلم في عندنا في عندنا مثلا زهير المترجي، عندنا يحيى عطيه الله او ايوب العملود ومحمد ونجم، الاطراف بتاعتهم الاطراف اللي كان باك شمال او باك يمين كمان بيزيد بحال. لكن هو هل متوقع ان الاطراف على مستوى الباكين يزيدوا في مباراه النادي الاهلي اللي جايه هنا في استاد القاهره، ولا هيعتمدوا بس على الشكل رد فعل زي سان داونز عليه؟ زي ما لعبوا مع سان داونز، هو مستني الاخطاء في نص الملعب عشان يبدا يعمل الترانزيشن ويبدا التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. انا اعتقد فعلا هو خصوصا ان المباراه تبقى على هنا في القاهره، فاعتقد انه مش هيجازف ويبتدي يعمل ضغط على النادي الاهلي، لا هو هيلعب بنفس طريقته 4-1-4-1، ويبتدي يستنى انه يقطع الكوره، يبتدي يبني من على الاطراف. اعتقد ده هيبقى شكل لعبه. على مستوى راس الحربه، يمكن عوده سامبو كان يعني زي انت ما بتقول هداف الفرقه، عنده قوه بدنيه كبيره جدا، وبعض الاخبار قال ان هو يعني جاهز لهذه المباراه. الشكل العام، وطبعا هتكلم فيه طبعا مع الكباتن الكبار، الفكره العامه لسامبو ازاي نقفل الجزئيه ديت عليه وما يستفدش بشكل او باخر بنقاط قوته يعني. بقدر الامكان دايما هو طبعا متميز في التحامات الهوائيه نتيجه لطول القامه وطبعا الضخامه الجسمانيه اللي بيتميز بيها، لازم في اي التحام يكون ملاصق ليه طبعا ياسر ابراهيم او عبد المنعم ايا كان، لازم ما يدوش اي فرصه في حته الارتقاء السهل، ما ياخدش الكره دايما لوحده، لازم يكون في دايما التحامات هوائيه، لازم يكون دايما في ملاصق ليه ايا كان مين اللي هيبقى مسؤول عن رقابته، بحيث ان هو ما يبقاش في عمليه اريحيه في استلام الكره، حتى لو استلمها ما يبقاش في حريه ان هو يستلم ويبتدي يصوب على المرمى. طيب عايز برضو اعرف الفرق ما بين الوداد مع جريدو والوداد مع المدير الفني الجديد، اللي هو تقريبا دي ثالث مباراه على مستوى بطوله افريقيا، لعب مباراتين سان داونز ودي المباراه الثالثه ليه، شايف ايه الفرق، التحسن في اداء الفرقه على مستوى الهجومي على مستوى الدفاعي، التنظيم بالنسبه لهم افضل، ايه الفروقات اللي انت شفتها يعني؟ الفروقات يمكن هو ما لحقش يحط لمسته، فما بداش يغير من اسلوب اللعب، ولكن لاحظت ان هو خلال اخر مباراتين في الدوري، لعب مباراه في الدوري ومباراه في كاس المغرب، لعب بطريقه 4-2-3-1، ولكن الاسلوب برضو واحد بصرف النظر انت هتلعب 4-1-4-1 او 4-3-3 ايا كان. هي الفورميشن مختلفه شويه في الملعب، يعني تشوف الكره فين هتلاقي الشكل بيختلف بالظبط. الفورميشن مين فورميشن حاجه وطريقه تطبيقها حاجه ثانيه. بالظبط، هو ما غيرش في اسلوب طريق او اسلوب لعب الوداد، هو برضو بيلعب على الطريقه الدفاعيه، بيلعب على الهجمات المرتده، بيلعب على الاطراف، هم اكتر حاجه بتميزهم الاطراف، اغلب اهدافهم دايما بتيجي من الاطراف، فلازم احنا بقدر الامكان تقفل الاطراف متمثله في اي لعيب هينزل. بيومي بنشكرك شكرا جزيلا، دايما بتمتعنا بتحليلك الرائع، بنشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله كل التوفيق لفريقك. شكرا ليك كابتن هاني، وكل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله. شكرا ليك. هنطلع فاصل؟ طيب نطلع فاصل سريع ونرجع تاني مع نجومنا الكبار الكابتن اسامه عرابي والكابتن عمرو الحبيب. اهلا بحضراتكم مره ثانيه كابتن اسامه. يمكن الدكتور احمد بيومي يعني احصائيات رائعه، والشكل بين كمان الشكل الدفاعي والهجومي لفريق الوداد. عايز اخد رايك في الجزئيه اللي اتكلم فيها انه فريق الوداد دفاعيا فريق قوي جدا على مستوى الدفاع، مش كافراد ولكن كشغل جماعي دفاعي، وان هو بيلعب على المساحات الضيقه، لكن كمان خطورته انه اول ما يقطع الكوره عنده سرعات وعنده التحول من الحاله الدفاعيه للهجوميه بيكون سريع جدا. نأمن ده ازاي كنادي اهلي؟
بداية هو الأول الوداد سريعا في ماتش الأول اللي هو كان في الوداد اللي هم تعادلوا فيه 0-0 ما ظهروش بالمظهر يعني لا أمام صن داونز الماتش الأولاني اللي هو 0-0 أولا هم من الناحية الهجومية ما عملوش خطورة كبيرة، يمكن لاحت ليهم فرصة ولا فرصتين وده باين كمان حتى من عدد الأهداف اللي جابوها 10 أهداف لكن دخل فيهم أربعة. يعني النواحي الدفاعية قوية وواضح ان النواحي الهجومية مش عالية قوي، لكن زي ما انت قلت هما بيتنظموا دفاعيا كويس، يعني حتى في مباراة الأولى بيتنظموا دفاعيا كويس، لكن التحول الكبير قوي اللي حصل لهم في مباراة العودة اللي هي 2-2 فرقة تانية خالص مختلفة في الإعداد النفسي والذهني اللي كانوا عليه، الشراسة اللي كانوا بيلعبوا بيها سواء دفاعيا أو هجوميا، العنصر البدني كان عالي جدا لدرجة إن الواحد هو بيتفرج الشوط الأولاني قلنا إن ممكن الشوط التاني هيبتدي المعدل البدني يقع، لا بالعكس ده هم يعني كانوا طوال الماتش طوال المباراة في التسعين دقيقة بيكافحوا كفاح، كميات جري كانت عالية جدا، التنظيم بقى كان ممتاز وخاصة في زي ما انت قلت في النواحي الدفاعية، والدكتور لما كان بيتكلم هم بيلعبوا ماتشات كتيرة بيلعبوا 4-3-3 أو 4-1-4-1 زي ما اللي أو أحيانا بتحول 4-4-5-1 أو 4-2-3-1، يعني هم في الماتش الأولاني كانوا بيلعبوا أيمن الحسوني ليه شغل هجومي شوية أكتر من بقية نص الملعب، فهو اللي كان بيبقى تحت سامبو، في الماتش التاني استغنى عنه ولعب بثلاثة اللي هو يحيى الجبران والجعدي وحيوت. ساعات بتفرق في واجبات لعيبة خط النص، يبقى الحالة الدفاعية يشتغل ازاي الحالة الهجومية، فبتشوف الشكل بيكون بيختلف، ممكن جدا في مباراة واحدة تشوف 4-1-4-1 ممكن تشوف 5-4 يعني وارد ان ده يحصل. يعني ما هو انت برضو انت وضحتها مع الدكتور انه الفورميشن اللي هو الاول الطريقة شكل خلاص، انت بتلعب 4-3-3 انت بتلعب 5-3-2 انت بتلعب اي شكل كان. لكن اثناء المباراه بتتحول لحاجات كتيره صحيح. يعني ساعات بتبقى 4-3-3 بتلاقي الاثنين رجعوا بيبقوا 5 في نص الملعب بعد. هم في مباراه العوده الجناحين كمان كانوا بيرجعوا لاخر مكان بيلعبوا ظاهرين يعني كانوا بيلعبوا 6-3-1 في بعض الاحيان الباكين بيضموا والجناحين هم بينزلوا كباك يمين او باك شمال مظبوط، يعني انت لما تلاقي هم طبعا العملود باك يمين وامين ابو الفتح وزولا ويحيى يحيى عطيه الله الرباعي الخلفي بيضم جدا جوه ال 18 في العمق او على حدود ال 18 والاثنين الجناحين بينزلوا لكنهم باك يمين وشمال فبيبقوا سته وقدامهم الثلاثه بتوع نص الملعب وسامبو ده لوحده، فهي بينظموا دفاعين كويس بيلعبوا في مساحات ضيقه جدا، وبعدين عندهم بقى التحول السريع ساعه لما بيقطعوا الكوره عندهم تحول سريع جدا على زهير المترجي على اوناجم على سامبو وقدروا يستغلوها وجابوا منها جونين، واحده عرضيه جابها اللي هو العملود الاولانيه والثانيه فاول والضربه ثابته اللي هي من اخطر الحاجات اللي بيعملوها، ويحيى عطيه الله بيعملها قويه جدا، عملها على القائم القريب المدافع سان داونز جابها في نفسه، وهم دفاعيا منظمين بشكل جيد جدا. طيب ده على المستوى الدفاعي، عمرو على المستوى الهجومي واضح من الارقام 10 مباريات 10 اهداف، معدل الاهداف مباراه كل مباراه فيها هدف، لكن عندهم خطوره واضحه جدا لما تتكلم على 10 اهداف تقريبا 50% من الاهداف ديت من كرات عرضيه، وباقي الاهداف يعني في جونين هدفين عكسيين وفي ضرب جزاء، وبالتالي يعتمدوا بشكل كبير جدا على الكرات العرضية واستخدام سامبو كراس حرب، عنده قوة وبيعمل جامب كويس قوي. احنا بقى نشتغل على الجزئية دي ازاي ونغطي المساحات بتاعت علي معلول لو في تقدم او محمد هاني، نشتغلها ازاي في نص الملعب؟ بص يا كابتن هاني، هو تملي بيبصوا لأوناجم عشان بيعمل كونتر اتاك من ناحية اليمين اللي هو الشغل بتاع علي معلول صحيح، وزهير
المترجي من ناحيه الشمال من جهه محمد هاني. هو تملي هيحط الاثنين دول العقبه سترايكر رايت وسترايكر ليفت ان هم يوقفوا اطراف النادي الاهلي. اوكي. هو هيبقى شغال تحت الكوره وبيستعمل الكوره العرضيه، عشان كده بقول ان ياسر ابراهيم مان على سامبو عكس يبقى محمود متولي، ان انا بلعب مان. فيرود تملي ما يتسابش، ده فيرود خطورته جوه جوه الصندوق، بيجيد العاب بها وبيجيد تسديد قوه جسمانيه كبيره، يبقى انا راجل بلعب عليه مان في نفس الوقت والكوره معايا بحضر مع زمايلي، واول لما بفقد الكوره بدور على المان بتاعي، هو ده شغلتي. هاني هيبقى بالتبادل مش باستمرار، هيبقى طاير علي معلول ومحمد هاني. هيبقى الحته دي محتاجه مروان يميل على حسب اتجاه الكره، لو من ناحيه اليمين بيميل هو والو ديانج على محمد هاني، لو من ناحيه الشمال هيميل هو وحمدي فتحي جهه علي معلول. بس علي معلول هيبقى كل ما وقت ربع او 15 دقيقه يطلع مره عشان يدي اريحيه لحسين الشحات يشتغل من عند ايوب العلمود. هما في الحته دي يا كابتن كويسين قوي، اما يحيى جبران بيشتغل لهم اللي هو العقل المفكر، اكبرهم سنا 31 سنه، هو اللي بيشتغل لهم في نص الملعب. هما نص الملعب هيبقوا تحت الكوره مدفينوا الخطوط بتاعتهم وبيستعملوا الكونتر اتاك. الوقت عندهم ازاي يضيع اكبر قدر ممكن من الوقت عشان يستفاد ان هو يفقد النادي الاهلي في عدد جماهيره التركيز، عشان الوقت بيعدي. اهم حاجه الكور الثابته عندهم بالظبط ضربات جزاء، اذا كان من جهه يحيى عطية الله او العملود بيستعمل العاب الهوا في وجود زولا في وجود امين، بيشتغلوا في الصندوق كويس قوي. هم عندهم فرق شمال افريقيا ازاي يحرك الكوره كتير وسط جماهير النادي الاهلي وسط استاد القاهره، ازاي يخلي النادي الاهلي يفقد تركيزه ويبقى في مساحات نقاط يحارب عليها او يشتغل من عليها. المدير الفني بتاعهم فان بروك بيشتغل على محاور زي كولر بالظبط، بدايه المباراه 4-3-3 ده ورق، ويقول لخط ظهره ما يستقبلش اي مرمى هدف، بيقلب موازين اللعب لو عايز يهاجم، ودي جربها في مباراه سان داونز في محمد الخامس ان هو لعب بايمن حسونه اللي هو اللي بيشتغل من تحت صامبو. كل ده شادو سترايكر تقريبا بالظبط كده، اللي هو السترايكر الخفي اللي بيجي من الخلف. في الوقت ده هو هي 4-3-3، زهير المترجي ونجم وصامبو صريح، والثلاثه اللي في نص الملعب هم معروفين الجعيدي ويحيى جبران وحمود. هم هيشتغلوا كده 4-3-3، هيستعمل ان هو ما يستقبلش اي اهداف وفي نفس الوقت يستعمل الكونتر اتاك الايجابي على النادي الاهلي. النادي الاهلي اول 10 دقائق الضغط القوي اللي النادي الاهلي بيعمله الشراسه الهجوميه، اول ربع ساعه الاهلي احرز اهداف، الموضوع بقى اسهل كتير قوي للنادي الاهلي ان يقدر يعزز بالتاني والتالت. هم ادائهم واسمهم واسمائهم وتكوينهم فرقه الوداد اقل بكتير من اللي كانوا موجودين في 2017. قبل ما هنكمل معاك يا كابتن اسامه، لان كمان في جزئيه مهمه جدا كمان، ان احنا النادي الاهلي مطالب انه يكسب وبنتيجه كويسه، المعادله الصعبه عند المدير الفني انك تحافظ على الشباك نظيفه وفي نفس الوقت انت مطالب انك تحرز اكتر من الهدف، والمباراه بيخش في كذا سيناريو، نهاجم بكثافه ولا نامن ولا الجزئيه دي هتكلم فيها. لكن عندنا كمان لقاءات مع بعض اللاعبين، عندنا قفشه ومروان عطيه واحمد القندوسي، نشوفهم ونرجع مع حضراتكم. مدينا حظ ان شاء الله في النهائي ونقدر نحقق البطوله ال 11 ان شاء الله. لا، عامل الجمهور مهم طبعا، احنا قلنا قبل كده ان الكوره من غير جماهير مش احسن حاجه، لكن احنا ان شاء الله مستنيين الجمهور كله يبقى في الاستاد القاهره، ماتش كبير ان شاء الله وربنا يكرمنا وان شاء الله نحقق ال 11 ونتعب ونعمل اللي علينا، والتوفيق ده بتاع ربنا يعني ان شاء الله. الحضور الجماهيري هو رقم واحد في الماتش، هو اللي ساند لينا، هو الداعم لينا في المباراه ان شاء الله، وهم كل ماتش بيجوا بيبينوا للناس والبلد كلها ان هم حاجه كبيره وجماهير حاجة كويسة في الملاعب وحاجة تشرف مصر، وإن شاء الله نقدر نفرحهم ونروحهم مبسوطين إن شاء الله بإذن الله. إحنا بنستعد زي ما قلت قبل كده، إحنا بنستعد زي كل ماتش، بس ده نهائي أفريقيا مختلف شوية، الاستعداد بيبقى بدري شوية، بتحضر ذهنك من بدري شوية، بتركز أكتر، لو بتركز 100% لا بتركز 1000000%، وإن شاء الله يعني بإذن الله ربنا يكرمنا ونعمل ماتش كبير بإذن الله. نقاط القوة، لا هي نقاط القوة اللي إحنا نركز نلعب لعبنا، نلعب أدائنا، ما نهيبش الموضوع، ده نهائي افريقيا استمتع في الملعب، وان شاء الله باذن الله احنا قادرين على كده باذن الله. بقول لهم ان شاء الله نقدر نفرحكم، بس انتوا ادعمونا بشكل قوي في الملعب وبره الملعب، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونفرحكم باذن الله. الحمد لله، يعني مباراتنا احنا وين قدرنا يعني نحققوا الفوز في النصف النهائي، وان شاء الله احنا مركزين عشان ذي البطوله احنا تعبنا عليها، وما يخفى لكش انه احنا يعني كنا على بعد خطوه من الخروج من البطوله، وان شاء الله احنا مركزين 100% عشان ناخذ بطوله.
اكيد يعني ما يخالفش انه الجماهير هما يعني نصف الفوز تاعنا، هما اللي حفزونا، وكل ما نشوفوا يعني الملعب فيه ساعة اكثر يعني يعطيك حافز اكثر عشان تحس نفسك انك في بلدك وامام جمهور تاعك في ملعبك، عشان كده تلعب على الفوز بس، ما تلعبش على حاجه ثانيه. واحنا ان شاء الله نطالب من الجمهور يعني يكون معنا طوال 90 دقيقه، وان شاء الله ما خيبوش امل ان شاء الله. لا ما فيش ولا إيجاد، ما في ولا سبه، ما كان حتى سبه اللي تخلينا نقول إيجاد، عشان احنا محضرين في احسن ظروف، واللعيبه كلها الحمد لله ما فيش اصابات، وان شاء الله نكونوا قد المسؤوليه ان شاء الله. ده كان كلام أفشة وطبعا مروان عطية وأحمد القندوسي على مباراة النهائي. كابتن، كلهم يجمعوا نمرة واحد الجماهير طبعا. يمكن مروان يتكلم فيها وأفشة وكمان أحمد حاسس أن أو هو الجماهير هي الداعم الأول، ويمكن مروان قال أن هم بيحسوا أو يكونوا 90 دقيقة وراء الفريق. أنا متأكد إن شاء الله بإذن الله جماهير الأهلي هتكون السند الكبير، لكن نعلق على ده الأول، وكمان نتكلم على جزئية أن مروان قال مطلوب مننا ايه؟ مطلوب نلعب لعبنا. هل في المباريات وخاصه الفرق الكبيره عندها الشخصيه بتخش اي مباراه بتلعب لعبها، ولا بيبقى في شكل مختلف، في حاجه مختلفه لازم تكون موجوده في النهائي؟ اولا الجماهير كلنا متفقين، حتى اللعيبه اللي جم دلوقتي في تعليقهم قالوا كده، بس هي النقطه المهمه في للجماهير في التشجيع انه ما يستعجلوش اللعيب. برافو عليك. لانه في النهايه هي مباراتين مش مباراه واحده، يعني ده شوط اول هنا وشوط ثاني هناك، واحنا لعبنا بطولات افريقيا كتير وخدنا بطولات كتير خارج ملعبنا، يعني ممكن تكون النتيجه عاديه هنا وبنروح نكسب بره او 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 نحسم بره. يعني انا من حيث النتيجه طبعا لو قدرت تكسب وتكسب سكور ده حاجه طبعا تبقى جميله جدا، ولكن احنا بنتكلم في المنطق في المباريات الكبيره النتائج ممكن ما تبقاش كبيره قوي. يعني انا بالنسبه لي يكفيني جدا 1-0 او 2-0 بس ما يجيش فينا جول. عايز اسالك في السؤال ده، يعني انا عارف اجابته بس اسالك، وانت في الملعب ومطالب انك تجيب جول والجماهير بتبدا تزوم، ودي بتخرجك شويه عن الاطار الفني، عن الاطار التكتيكي، عن الهدوء داخل الملعب، وبتخليك متسرع في بعض الاحيان. التسرع مش مطلوب، يعني انت تلعب بسرعه لكن التسرع ممكن جدا يفقدك جزء كبير جدا من تركيزك. يعني هي دي مختلفه بين لعيب ولعيب، وفي لعيبه عندها خبرات وتقدر تتحمل ضغط الجماهير، او لو فتره مثلا الهدف اتاخر والجماهير مستعجله وبتضغط اللعيبه، فينا ناس عندها ثبات انفعالي كويس، ومفروض ان اللعيبه الكبار كمان بالذات، يعني مثلا زي الشناوي، زي معلول، زي السوليه الناس الكبيره اللي في الملعب اللي لعبت نهائيات كتير ولعبت بطولات كتير او منتخب كتير، تقدر تهدي الناس اللي ممكن تكون اول بطوله ليهم، الناس الصغيره. فما فيش شك انه كل ما الجمهور بيبقى داعم ليك بيخليك بيستفزك اكتر. صحيح. لكن لو ابتدى يزوم وكده بتخرج بعض اللعيبه عن تركيزها، مش كل اللعيبه. انا في اعتقادي جماهير النادي الاهلي واعيه في الجزئيه دي طبعا. يعني هي عمري ما شفت جماهير النادي الاهلي اخر ربع ساعه تزوم، لا بالعكس، هي بالعكس بتدي باور وبتدي مزبوط. ثقه اكتر للعيبه. مظبوط. فاللي انا اقصده انه اللعيبه حتى ما يعني مش ما يعني ما تركزش مع الجمهور قوي، تركز ال 90 دقيقه داخل المستطيل الاخضر، حتى ما يتشدوش في اشياء ممكن بعض لعيبه المغرب تعملها، استفزاز معين، مظبوط، كلام مع الحكم، لانه في احيانا بعض لاعبي النادي الاهلي بينفعلوا شويه، بيخرجوا عن شعورهم بسهوله، ياخدوا كروت من غير داعي، هو ممكن يجروك للجزئيه ديت. ايوه، لانه خاصه كمان انه في لعيبه عندها فعلا انذارين وممكن صحيح. ما تلعبش الانذار، صحيح، تلعبش المباراه الثانيه، فلازم يبقى في تركيز وهدوء وكل همي المستطيل الاخضر، وبعد كده ما اشيلش هم النتيجه قوي، لانه لسه في مباراه في المغرب. يعني انا مش من الناس تقول لك ايه لازم احسم هنا، ولازم ما فيش حاجه اسمها لازم احسم هنا، اصل لازم احسم هنا هاني يعني معناه نكسب 4-0، ما انت حتى 2-0 مظبوط، انا معاك، حاسب يعني لسه هتبقى مفيش حسم في المباراه الاولى، مستحيل. لو في نهائي من مباراتين
انك تحسب في المباراه الاولى زي ما انت بتقول هتكسب 3-4 يعني ده اقل حاجه يعني. وده مش يعني في الكوره وارد النادي الاهلي قادر عليه، لكن صعب قدام فريق كبير زي الوداد يعني في المنطقي صحيح، لكن حصلت وكسبت يبقى يا ريت. فانا عشان كده بقول ايه، ان اللعيبه تركز انها تأدي وتكسب، وفي نفس الوقت يحاولوا ما يجيش فينا هدف. دي النقطه المهمه جدا في اللقاء الاولاني يعني. طيب عمرو، عايزين نتكلم بقى على اتكلمنا ازاي، طبعا هم هيعتمدوا بشكل كبير على كثافه دفاعيه، يعني هيعتمدوا بشكل كبير على الكاونتر اتاك او التحول. احنا كنادي اهلي المنظومه الهجوميه ما شاء الله عندنا، وبدا الناس بتقول ان احنا بنلعب كره شكلها حلو، عندنا استحواذ كبير جدا، وشفنا في الدوري عدد تمريرات بشكل جميل جدا، تمريرات واستحواذ ايجابي. ايه المطلوب من النادي الاهلي في النواحي الهجوميه في المباراه اللي جايه؟ بص يا كابتن هاني، النادي الاهلي بقاله فتره زي ما حضرتك بتقول ان احنا شفنا كره جماعيه، عشان طول عمرنا بنشوف النادي الاهلي في امور فرديه. الاهلي بقى عنده جماعيه من هاني والو ديانج وبرستاو، الحته الهجوميه اللي بيعملها برستاو بيبقى ايجابي داخل الصندوق، يبقى الفرصه اللي تجيله هدف. نفس الكلام لكهربا، نفس الكلام لحسين الشحات، دي الكثافه العدديه اللي بيعملها النادي الاهلي، ان الراجل غير طريقه اللعب. اول ما بيبدا اول 10 دقائق على الورق 4-3-3، بعد بالظبط بيوصل للدقيقه 16 كولر بيقلب الموازين ل 4-1-4-1، بيدي كثافه هجوميه لتاو والو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات وكهربا. الفرص اللي بتيجي في الماتشات اللي زي دي بتبقى نهائيه، فرص اللي هي انصاف الفرص، اجيب الفرصه اللي تجيلي جون، لو فرصتين اجيب ثلاثه. ازاي؟ ما اعرفش، هي فرصتين اجيبهم. بيرس تاو بمهارته اللي هو ظاهر بمستوى في الاداء الفردي والجماعي اكثر من رائع، وبقى اسيست الكهرباء وبقى اسيست لنفسه، بيعرف يشتغل مع نفسه كويس قوي، يقدر يعلي الكفه دي. حسين الشحات بسم الله ما شاء الله تاتش وود، بقاله فتره هو اللي شغال على الحته دي، بيديله اريحيه كولر انه يشتغل من تحت كهرباء، اذا كان تاو يغير معاه او يشتغل من جنب حمدي فتحي عشان يزود الكثافه العدديه في العمق. الاهلي من على الاطراف وعشان بيجي يشتغل كوات عرضيه عشان يوجد الاسترايكر الهداف في ضربات الراس زي كهرباء، لا هو بيشتغل من العمق، الحاجات اللي فيها الوان تو والحاجات اللي بيبقى فيها ايه اللونج باص، الحاجات البسيطه اللي بتتعمل شورت باص تبقى جوه الصندوق، اللي بيعملها تاو واللي بيعملها حسين الشحات وبيستغلها كهرباء. الفترة اللي فاتت النادي الاهلي كانت الناس بتحكم عليه في مباريات الدوري دي مباريات اسمها التتويج بس، بدون ايجابية بشكل ان انا بكسب 1-2-3 ماتش الجيش ولا ماتش الصاميطة، انا بوصل على الخط ان انا متوج بثلاث نقاط، مش لازم الشكل الجمالي، الشكل الجمالي بيرجع تاني. الناس في المباراة الأخيرة قال يمكن بدأ بالتشكيل تقريبا، التشكيل اللي ممكن يبدأ بيه مباراة الوداد، وعايز يشوف الشكل ايه، عايز يشوف برضو الشكل العام ايه، لو في بعض الديفوهات او بعض الاخطاء يبدا يشتغل عليها بشكل او باخر. هروح للكابتن اسامه بجزئيه مهمه جدا، اللا مركزيه اللي كابتن عمرو اتكلم عليها، ان خلاص بتلاقي في بعض الاحيان اليو ديانج بيروح مكان بيرسيتاو بالظبط، وتلاقي بيرسيتاو داخل، واحيان كتيره زي ارنولد كده ما بيلعب في ليفربول تلاقي محمد هاني ده بقى داخل في نص الملعب وبيستلم في نص الملعب. اللا مركزيه ديت بتدي شكل كويس للنادي الاهلي، ولكن عندنا ممكن بعض المشاكل في اللي اتكلم عليها كولر، انك بتخلق فرص لكن نسبه الفرص الكتيره بالنسبه للاهداف لغايه دلوقتي في النادي الاهلي مش مقبوله يعني. طبعا ما فيش شك انك تحسن من استغلالك لنسبه الفرص اللي بتجيلك دي تبقى حاجه هايله. في ماتشات كنا موفقين قوي فيها، يعني ممكن تكون عملت فيها ثلاث او اربع فرص جبت منهم ثلاثه. مظبوط. في ماتشات بنخلق مثلا 10 فرص وتلاقيك جايب جون. فنتمنى نكون احنا في اليوم اللي موفقين فيه ان اللعيبه تركز جدا في الفرص اللي بتجي لها. مفيش شك انه المهاجم بيبقى عنده احساس شويه، مش هقول انانيه ولكن احساس بالذات، طبيعي انه بيحاول يبقى يجيب، لكن لو واحد لقى فرصه صعبه وان زميله هيبقى اسهل جنبه لازم يسهل ويديها لزميله، لكن طبعا لازم هيبقى فيه حاجات فيها مجازفات كمهاجم طبعا. فنقطه استغلال الفرص دي مهمه جدا ان شاء الله. نقطه اللامركزيه طبيعي انك انت كل ما بتتحرك كتير بتخلق ثغرات وخلخله للفرق الاخرى، وبالذات ان هي بتعمل كثافه دفاعيه، واكيد الوداد المغربي كده هيعمل كثافه دفاعيه في الثلث الاخير بشكل كامل.
حسين الشحات وبيرسي تاو خلاص بقوا محافظين ان هم احيانا بيبقوا على الخطوط واحيانا كتيره بيخشوا لداخل الملعب للعمق قريبين من كهربا عشان يدوا مساحه لعلي معلول والمحمد هاني يستغلوا المساحات الفاضيه دي بيزودوا عشان يفتحوا الملعب اكتر او احيانا عشان دلوقتي بيلعب 4 3 3 بيخلي جبهه فيها هاني وديانج وتاو وجبهه فيها معلول وحمدي والشحات او لو حمدي كان مصاب او السوليه هو اللي هيلعب مثلا يبقى السوليه طيب. ومروان هو اللي امام قلبي الدفاع فالثلاثه دولت عندهم لا مركزيه بتعمل يعني خلاص وصلنا لمرحله اليه فيها انه احيانا كتيره زي ما قلنا بيرسيتاو بيوسع لديانج بيوسع الفكره دي لحمدي الفكره ديت انك ما تقدرش تقول ان كولر بيلعب بشكل معين انك تقدر تبني عليه تبني عليه خطه يقدر يعني في تنوع في الاداء بشكل كبير لا مركزيه دي بتخلي اي حد لو على الورق مش هيعرف يعمل حاجه يعني لو على الورق والله لو ممكن يقول لو بيرسيتاو دخل خش معاه لان أيوة محمد هاني يطلع لا المجموعه دي خلاص اختلفت تماما بيبقى في شكل لا مركزي انت مزبوط. مش متوقعه مزبوط. وبالتالي كمان تنوع الاداء في الفتره اللي فاتت بيصعب الامور على تحضير فريق الوداد للنادي الاهلي وبشكل معين او بسيستم معين خلينا نرجع تاني لفريق الوداد فريق الوداد كل اكيد ما يمر الوقت اكيد هو بالنسبه له بيبقى في شكل او هياخد الثقه اكتر لكن كمان النادي الاهلي لازم كابتن عمرو زي ما الكابتن اسامه قال ان شاء الله في الدقيقه 90 نجيب جول يعني ما عندناش الجزئيه ان احنا فجاه تغير سيستم اللعب وتخرج عن الاطار الموجود وهاخد من كلام مروان عطيه انك بتلعب لعبك اللي بتلعبه العادي بتاعك يعني لعب النادي الاهلي الايجابي اللعب اللي هو وصل بيه للنهائي اللي ظهر في مباراه الهلال واللي ظهر في مباراه الرجاء واللي ظهر يعني ماتش الرجاء في مصر كانت الناس كلها بتقول لك اتنين في صعوبه هناك اما رحنا هناك احنا ضيعنا فرص هناك اكتر صحيح. من اللي ضاعت في مصر صح. بكتير الراجل اشتغل يمكن الراجل بيقول لهم في اخر محاضره اسمعوا اللي انا هقوله ونفذوا 90% منه هنا وهناك اضمن لكم المكسب هنا وهناك ان شاء الله بس في حاجات ما يبقاش فيها ريسك يمكن اتكلم مع محمد عبد المنعم ومتولي في حاجات معينه ممكن يكون امكانياتي وانت حضرتك كابتن هاني ليبرو مصر اقدر تقدر تعمل كل حاجه انا ما اقدرش اعملها فانا لما اجي اعمل على قد قدراتي وامكانياتي بلاش الريسك الحاجات اللي يبقى فيها زي كره صلاح محسن في ماتش سيراميكا راح انفراد مره والثانيه الحاجات اللي زي دي مش محتاجه قلق مش محتاجه قلق جوه الصندوق الايجابيه ان انا بشتغل من العمق وبدي ثقه طول ما انا صمام امان من ورا ومعايا الشناوي بريح كتير قوي نفسيه الفراوده واطرافي يمكن كولر في الوقت ده وهو بيشتغل الناس كلها عارفه ان هو هيشتغل بتاو وحسين بعد ربع ساعه بيخلي ديانج وحمدي هم الفراوده المخفين شادو سترايكر اللي هم غير مرئيين تحت كهربا يعني مخلي كهربا في الصندوق ياخد من كهربا اكبر قدر ممكن من المعدل البدني في اجهاد زولا او امين ابو الفتح وبعد كده بيدي لشريف دم جديد في الاطراف اول لما بيدخل تاو جوه عشان يشتغل تحت كهربا بيدي مهام لالو ديانج وبيقرب الخطوط منه هاني محمد هاني نفس الكلام الجهه الثانيه لما حسين بيشتغل من العمق عشان هو بيشتغل من الاطراف بياخد الحاجات العكسيه لو اشتغل من عمق صانع العاب بيدي مهام لحمدي فتحي الفرود الخفي اللي بيجي من ورا كواليس كهربا ومن ورا كواليس حسين الشحات النادي الاهلي في الكور الثابته ايجابي في الكور الثابته اللي عندنا ايجابي اللي على النادي الاهلي الفرص اللي تيجي لو هي بنسبه 90% تركيزها لا اوصله ل 120% واهم حاجه من البدايه روح النادي الاهلي من البدايه في وجود الجماهير دي هتعلي كفه بدري قوي ونكون نحسم المباراه ان شاء الله انا معاكم متاكد من دوت كابتن اسامه في نقطه كمان مهمه جدا هم بيعتمدوا بشكل كبير جدا على الكرات العرضيه بيعتمدوا بشكل كبير جدا على سامبو وقوته البدنيه وبيلعب براسه كويس لكن كمان هو محطه كويسه يعني في جزئيه مهمه خاصه للاعبي وسط الملعب احنا دايما بنتعلم ان لما في سيرد باك ماسك الراس حربه لكن الكره الثانيه يعني كره اتلعبت لسامبو في واحد سيرد باك ماسكه بشكل كويس لكن مهمه الكره الثانيه او وسط الملعب اللي ممكن يبقى فيه ضغط لازم يكون فيه ضغط ثنائي ما بين السيرد باك واحد من نص الملعب يضغط على سامبو علشان يبقى فيه 2-1 او هو بيعمل كنترول الكره عدت شويه طالت منه يبقى الكره الثانيه بتاعتنا أهمية الكرة الثانية في المباراة اللي جاية وطبعا بلغة الكرة الثانية مهمة جدا في عملية ان انت يعني بتفسد هجمة او بتبني هجمة او بشكل اخر بتفقد المهاجم سيطرته او خطورته على المرمى مظبوط
اول حل في موضوع الكره الثانيه اللي هي الخطوط تبقى قريبه لبعض جدا. يعني انتوا لما كنتوا بتتكلموا وجبتوا الصوره اللي كانت مباراه سان داونز والوداد، انتوا قلتوا 30 يارده ويمكن اقل كمان، يعني في 25 يارده او من 22 ل 25 يارده، لابد انه خط الظهر يكون قريب جدا من نص الملعب، قريب جدا من المهاجمين، سواء واحنا بنهاجم او سواء بندافع. فدي مهمه ليه في الكره الثانيه؟ زي ما انت قلت يا هانك، سامبو قوي جدا، قوي عنيف، يعني بيحضن الراجل، بيحضن كويس ويستلم وعايز ياخد فاول. يعني مظبوط، هو مش مهاري قوي، لكنه في الكور العاليه وفي التحضين وفي الاستلام وكده عنده قوة. قوه بدنيه عشان يطلع زهير المترجي اللي هو انا شايف انه اخطرهم، اللي هو الجناح الشمال او اللي في الشمال اللي بيطلع من ناحيه الشمال، وفي ونجم ويحيى جبران والجعدي وحيمود من وراهم. فلو هو بيستلم والموضوع كتله واحده والناس قريبه منه ونص الملعب قريب من المدافعين، هتلاقي انك تستخلص الكره الثانيه سهل. مزبوط. لكن لو في مساحه بقى، في مساحه وبعيد نص الملعب بعيد والمهاجمين بعيد، المساحات هتتفتح، فهو هيستلم براحته، وهم كمان الناس المسانده ليه هينزلوا ياخدوا الكره الثانيه منه بسهوله اكتر. فدي نقطه مهمه جدا في انك تقطع كوره وكمان تساعد بناء الهجمه، انك تاخد في وكتله واحده بتتحرك مع بعض في مساحه ضيقه تقدر تستخلص الكره الثانيه، وكمان لما بتستخلصها بتعرف تبني صحيح الهجوم المرتد، يعني لما تقطع الكوره. طيب في مهمة جدا. عايز انقل من ديت على ان النادي الاهلي متعود على البيلدينج اب، ان هو بيبني من تحت بشكل كويس. ايه المحظورات النادي الاهلي لازم ياخد باله كويس قوي منها كابتن عمرو وهو بيعمل البيلد اب دوت، لان هو في خطوط، يعني خطوط قريبه جدا فريق الوداد، فايه المحظورات اللي ممكن النادي الاهلي ياخد باله، او ايه الحاجات اللي لازم يبقى النادي الاهلي وهو بيبني الهجمه واخد باله منها قوي؟ الثقه الزياده عن اللزوم في التحضير. اكون هادي، مش محتاج ان انا اموه مره واتنين، الصريح افضل. بتكلم على السرد باكات، انا بتكلم على السرد باكات والاطراف او نص الملعب. يمكن الكابتن اسامه كان بيتكلم على الشغل اللي هيتعمل على سامبو من اوناجم وزهير المترجي في الوقت ده، لازم مروان يكون هو السرد باك اللي امام سامبو، صح، اللي هي الساقط، عشان احضر على الاطراف اكون انا الموجود مع مراقبه ياسر ابراهيم. في الوقت انت محتاج القوه والمان، ما تسيبلوش مساحات. يمكن حضرتك انت بتشرح مع الدكتور احمد الحاجات العرضيه، سامبو فري، حتى العكسيات اللي من جهه الباك رايت ما فيش حد موجود، والجون اللي احرزه وموجود معاه ثلاثه، ولا في مراقب ولا في حد ضاغط ومدين اريحيه للتسديد. لازم في الوقت اللي انا بستلم فيه يكون عندي واحد مع المان، وجود محمد عبد المنعم فري يبقى حر عشان بسرعاته يقدر يحل لو حصل تجاوز الاثنين. في نفس الوقت وانا بنتقل، هو مش المهاري بس هو المحطه القويه، رشيد ياكيني، دانييل اوموكاشي، القوه الجسمانيه، لوكاكو شويه كده بالظبط، يعني القوه الجسمانيه اللي بتحضر للمترجي واوناجم، الخطوره كلها الجعيدي وحيمود اللي هم جايين من الخلف الغير مراقبين، مروان يحلها اللي هي الحته الطويل، وهو هيبقى محطه عشان يشتغل على الاطراف، مروان هيبقى اللي قدامه وياسر مان، وفي الحاجات العرضيه المان ياسر هو في صدري اللي بيريح في الحاجات دي، الفيرو ده ما بيحس بخطورتي ونفسي معاه دقيقه بدقيقه، بتريحني انا كسرد باك، ان انا بحد من خطورته على قد ما بقدر. أيوة. ما بديلوش مساحه ان هو يشتغل على الاطراف او يحضر لاي طرف، ولو اتطرف يبقى اقل من خطورته جوه الصندوق، ما عنديش مشكله لو اتطرف، ما عنديش ادنى مشكله بالنسبه لي. ده مهم جدا كابتن اسامه، يعني رساله كده صغيره للاعبين، و بالنسبه للمباراه المهمه امام الوداد، زي ما انت قلت هي مباراه اولى، لسه عندنا مباراه عوده. نجم كبير زي حضرتك ومريت بنهايات كتيرة جدا جدا، رسالة أو نصيحة للعيبة دلوقتي وبتسمعنا، استعدادهم للمباراة، كل الحاجات الفنية طبعا مدير الفن أدرى بيها، لكن كمان أنت طبعاً نجم كبير، تقول لهم إيه عن المباراة النهائية إن شاء الله يوم الأحد؟ أول حاجة أبذل كل جهدي وكأن مفيش مباراة عودة، وكأن مفيش مباراة عودة، لكن هي في مباراة عودة، فلازم اكون حاطط ان انا اطلع اقصى جهد ممكن، واكون نمره واحد كمان غير اقصى، هادي جدا وهادي جدا، دي ركز عليها كتير. خلي بالك احنا السنه اللي فاتت المباراه اللي هناك اللي كانت في المغرب احنا خسرانينها قبل ما ننزل الملعب،
الاحداث الكتيره اللي حواليها والمشاكل والكلام يعني تحس كان في دوشه يعني هدتك نفسيا فانت مفروض تبقى هادي جدا مركز جدا تبذل اقصى جهد وتعمل اللي عليك النتيجه بعد كده بتاع يعني وانت في الملعب ما تفكرش كتير في النتيجه يعني انت يعني انت بتعمل شغلك وان شاء الله ربنا يوفقك موفقك لسه في خطوه ثانيه ايوه اللي انا اقصده انك انت بتعمل شغلك وبتبذل اقصى جهد ومركز ولكن دي مش النهايه لسه في 90 دقيقه اخرى طب عشان عندنا فاصل كابتن عمرو اخد منك سريعا بس كابتن هاني زي ما كابتن اسامه مش هزود على الكلام التركيز والروح واستغلال الفرص وفي نفس الوقت الثبات الانفعالي والهدوء بالايجابيه صحيح لمرمى النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا باذن الله كابتن اسامه يعني هنطلع فاصل الاول طيب نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل اهلا بحضراتكم مره ثانيه يمكن قبل الفاصل الكابتن اسامه يمكن وجه رساله كده صغيره يعني مضمونها التركيز والهدوء وده جزئين مهمين جدا في المباريات النهائيه واستغلال طبعا الفرص واتمنى التوفيق طبعا لفريق النادي الاهلي كابتن عمرو كمان عايزين نعرف منك رساله يعني مختصره كده للاعيبي النادي الاهلي في المباراه النهائيه. بدون ضغط هم اللي فيهم مكفيهم يعني نقول لهم ادائكم التتويجي اللي انتم بتحلموا بيه ال 11 يا اهلي انتم متحملين المسؤوليه كويس قوي عارفين انتم هتعملوا ايه يمكن كنت بتناقش انا والكابتن اسامه في فاصل مش محتاجه ضغوط عليهم اكتر من اللي هم مضغوطين فيه. المباراة انتهت هنا بإيجابية احنا مستريحين وادتنا طمأنينة واحنا رايحين هناك ما حصلش لسه في مشهد تاني مش لازم اخد الاجواء كلها ان انا ما اديتش هنا وما حصلتش اهداف كتير يبقى الموضوع انتهى هناك لو رجعنا بالذاكره في مباراه صفاقس هنا 1-1 كسبنا هناك في الدقيقه 57 الهدف بتاع بوتريكا فما يعني الاجواء وشكلنا في مباراه 97 لا 57 الدقيقه 57 من الشوط الثاني الوقت اللي احنا بنتكلم فيه نفس الكلام كنت بفكر الكابتن اسامه افريكا سبور نفس الكلام تعادلنا هناك 1-1 هنا المباراه بهدف كابتن عادل عبد الرحمن والموضوع انتهى وتوجنا ببطوله افريقيا في 93 صحيح ده طبعا اكيد الكره فيها كل حاجه لكن مهم جدا وعايز اخد من دوت لسؤال يمكن هساله ليكم انتوا الاثنين في فرق بين التوقع والتمني توقعاتك وامنياتك يا كابتن اسامه لنتيجه مباراه يوم الاحد امنياتي ان انا اقول كم كان 4 لكن يعني انا متوقع ان ممكن تخلص 2 او 1-0 1-0 او 2-0 1-0 او 2-0 يعني في الحدود دي يعني تمنياتك 4 تمنياتي 4 5 وخلاص يبقى ساعتها بقى الناس اللي بتقول ايه يبقى الماتش اتحسم هنا لكن حتى 1-0 و2-0 هي نتيجه جيده جدا لكن ما تبقاش مش هتبقى حاسمه هنا ولكن هتبقى خطيت خطوه كبيره مهمة. قوي نحو التتويج خلاص كابتن عمرو اتمنى ان النادي الاهلي يكسب ويحسم المشهد هنا في القاهره في محمد الخامس الراجل بيعرف ياخد مباراه اللي هو عايزه مش هنكرر او نرجع لذاكره موسيماني لا هنبقى مفكرين كويس قوي الاهلي رايح يعمل ايه اتمنى المكسب 2-0 والتوقع هو برده 2-0 ان شاء الله نشكرك شكرا جزيلا كابتن اسامه بشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا كابتن عمرو نورتنا وشرفتنا وان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي شكرا جزيلا هنروح لفاصل سريع بعد الفاصل يعني معانا طبعا كابتن ناصر عباس خبيرنا التحكيمي عشان نتكلم على التحكيم في الحالات التحكيميه الحقيقه خاصه في الدوري المصري الاسبوع اللي فات كانت حاجه يعني حدث ولا حرج ونتكلم كمان على تحليل اداء الحكام في الفتره اللي فاتت ونتكلم كمان عن حكام المباراه النهائيه ما بين الاهلي والوداد بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه بنرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس حديث عن التحكيم سواء على مستوى النهائي الافريقي او حتى على مستوى الكره المصريه في الاسابيع الاخيره والحقيقه شفنا حاجات ما شفناهاش في كره القدم على مستوى العالم. الاول خلينا نرحب بنجمنا وحكمنا التحكيمي او خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر مساء الخير على حضرتك تحياتي لك كابتن هاني وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان نتمنى ان شاء الله الحلقه الجميله اللي حضرتك بتقدمها ديت نقدم حاجه محترمه جدا وتكون يعني تساعد في اداء تطوير الحكام في الفتره القادمه اللي كان حدثت فيها مشاكل قبل كده صحيح يعني على مستوى التحكيم في مصر عندنا حاجات كتيره جدا وحضرتك محضر وكلام كتير جدا لكن خلينا نبدا بحكام المباراتين النهائيه ما بين النادي الاهلي ونادي الوداد حكم مباراه ان شاء الله يوم الاحد وحكم مباراه يمكن الاسبوع اللي بعديه في مباراه العوده
خلينا نقول الاول بنحيي اتحاد افريقيا بالامانه. اتحاد افريقيا النهارده عمل قاعده من الحكام الصاعدين الواعدين اللي هم يعني خاضوا تجارب في المواد الاقصائيه، وده ما كناش بنشوفه ابدا في الحكام القدام. كان سيكازوي، ماجيت النضاي، كان فيكتور جوميز. النهارده عندنا حكام كتيره جدا جدا صاعدين واعدين، منهم معتز الشلماني. على فكره معتز الشلماني والده الحكم الدولي الكبير عبد الحكيم الشلماني، وخاض كثير من مباريات كابتن هاني في البطولات الافريقيه. معتز طالع يمكن نفس المستوى. يميز معتز عنده اللياقه البدنيه كويسه قوي. ده حكم مباراه ان شاء الله الفنية. يقابل حد كابتن صح؟ معتز في المباراه الاولى، وخلي بالك هو ادار مباراه للنادي الاهلي هنا على ملعبنا، وادار المباراه بشكل كويس. اتمنى طبعا معتز ان هو يدير هذه المباراه. هو عنده طموح طبعا، وكل الحكام الصاعدين الميزه النهارده بيتنافسوا منافسه شريفه، يعني هنا في تنافس بالحكام الصاعدين، سواء كان هو عندنا دانيال لاريا، عندنا محمود اسماعيل، حكام كتير جدا صغيرين منهم معتز الشلماني. اتمنى طبعا التوفيق في المباراه الاولى. اعتقد طبعا هيبقى عنده هو الشخصيه التحكيميه موجوده، عنده الناحيه البدنيه كويسه قوي، عنده كمان الناحيه الفنيه كويس كحكم، الشخصيه التحكيميه واداره المباراه. اتمنى ان شاء الله ربنا يوفقه في المباراه الاولى، ونتمنى طبعا اكيد التوفيق للنادي الاهلي ان هو يحسم هذه المباراه في المباراه الاولى. المباراه الثانيه عندنا بملك، وبملك يمكن من الحكام اللي هم عندهم خبرات كبيره جدا. بملك الاثيوبي في مباراه تقريبا تكريم ليه في النهائي، اعتقد يعني هيكون حريص جدا بملك. الناس قلقانة من الحكم دوت، يقول لك المباراه النهائيه بالنسبه له هيعلن اعتزاله بعد هذه المباراه. لكن يعني انت قبل الهوا طمنتني الامور هتبقى صعبه ان يكون في اي حاجه، وهو هياكد ان مباراه اعتزاله عايز ينهيها بافضل شكل. يعني شوف كابتن هاني، عندنا بملك، هو ايه هدف بملك؟ بملك اي حكم في الاتحاد الافريقي بيبطل عنده امال وطموحات. ايه هي؟ هخلص هنا هاخد كورسات في الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي، هبتدي اشتغل في الاتحاد الافريقي، هبتدي اشتغل كمحاضر. فعنده طموحات ان انا انهي مسيرتي التحكيميه واخرج من باب الكبير، وده مهم جدا جدا. ثم هتبتدي محطه ثانيه ليه، اللي هي محطه ان هو هيبتدي يشتغل في الاتحاد الافريقي او في بلده كرئيس لجنه الحكام. فاعتقد النهارده في هذه المباراه هيكون حريص جدا جدا ان هو يقدم افضل مستوى، خاصه عندنا المباراه يعني الاتحاد الدولي موجود، الاتحاد الافريقي موجود، بكل لجانه موجوده، كل العالم بيتفرج على هذه المباراه. اعتقد ان هو هيكون حريص جدا جدا كابتن هاني ان هو يقدم مستوى افضل، خاصه زي ما قلت لحضرتك بينهي عشان يخرج من باله الكبير. صحيح، وانت حضرتك بتتكلم على شايف ان المنظومه التحكيميه في الاتحاد الافريقي ماشيه بشكل لا باس به، في حكام صغيرين بيديله فرص على مستوى نهائي افريقيا، في مجموعه ثانيه من الحكام الواعدين اللي بيتنافسوا بشكل شريف، وكمان في خلاص ناس بتعتزل بشكل كبير. طب ده ياخدنا للتحكيم المصري وما اثار الجدل خلال الاسبوع اللي فات، خاصه طبعا خلال مباراه نادي فيوتشر وامبي، والشكل يمكن ما بين قوسين كده ما شفناهوش في العالم كله، في اي مباراه على مستوى العالم ما شفناش هذا المنظر، يعني اللي فعلا اساء بشكل كبير جدا جدا للكره المصريه بشكل عام، مش للمنظومه التحكيميه في مصر. شوف كابتن هاني، احنا يعني مش عاوز اقول الكلام ده عشان يعني ما حدش يقول ان احنا بنجامل، بس الكلام واضح يعني في قناه الاهلي. قناه النادي الاهلي دايما في صوت التحليل او برنامج المحترف يعني كنا حريصين جدا جدا ان احنا نبقى داعمين ومساندين للتحكيم المصري. من خلال هذا الاستوديو وصوت التحليل وحضرتك، كنا مش بس بنعول على الاخطاء التحكيميه او السلبيات، ولكن كان هدفنا هنا ازاي نطور اداء الحكم، يعني ازاي نطور اداء الحكم خاصه في وقت يعني اعتقد التطوير ما زال حتى الان مش موجود. خليني اتكلم معاك بامانه. طيب احنا اتكلمنا كتير جدا جدا كابتن هاني، وهدي لحضرتك مثال الاول. أنا كنت لاعب كبير جدا ومدرب على مستوى عالي، هل من المعقول، سؤال لحضرتك، هل المدير الفني النهارده لأي لاعب أو لأي نادي أختار تشكيلة اللاعبين من خلال المحاضرات اللي هي النظرية وأنسى خالص الملعب؟ ده سؤال، يعني أنت كمدير فني تشتغل كل شغلك في المحاضرات النظرية فقط، ولا يبقى في محاضرات نظرية؟ ولا هنتمرن ولا نعمل حاجة، يبقى نبدأ نذاكر من الورقة والقلم. بالظبط كابتن، هنا عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا. التطوير التحكيمي ده شغل احترافي على مستوى عالي جدا. أساس التطوير التحكيمي هو ميدان اللعب وليس القاعات النظرية. القاعات النظرية دي عامل مساعد انك انت بتجيب الحكام فيها تشرح حالة تحكيمية، توحد قرارات في حاجة معينة، ولكن شغل التحكيم أساسا، وأنا بتكلم على علم، على فكرة مش بتكلم كده، أنا اشتغلت في الاتحاد الأفريقي واشتغلت في الاتحاد الدولي، وكنت محاضر فني وبدني ومحاضر في الاتحاد المصري والاتحاد الأفريقي.
كل الشغل التحكيمي بيبقى في ميدان اللعب. النهارده احنا عندنا كابتن هاني مشكله. فيتور بيريرا جه سالني كده سؤال، هل هو نزل الملعب مره واحده مع الحكام؟ ما حصلش. يعني انا النهارده خبير تحكيمي موجود اطور اداء التحكيم ازاي؟ طيب الحاجه المهمه جدا وهتستغرب، الراجل بقى له 3 اشهر للاسف حتى في التحليل الفني لما بيقعد تتعرض حاله تحكيميه المحاضرين المصريين هم اللي بيحاضروا وهم اللي بيصححوا هم اللي بيتكلموا، هو ما بيقولش حتى رايه، هو ما بيتكلمش، هو حتى يعني حتى الحكام نفسها حتى يعني تفهم منه لو قاعد يعمل انت عاوز ايه؟ يعني حتى في المحاضره دي ما بيتكلمش ما بيقولش بيقعد رايه؟ بيقعد ساكت ما بيقولش رايه، ودي مشكله كبيره جدا. يعني انت النهارده يعني كرئيس لجنه الحكام يا اخي قول لي انت ايه اهدافك؟ طب ايه خطه تطويرك؟ طب انت جاي تعمل ايه؟ طب انت اهدافك ايه؟ يعني لابد النهارده بامانه فيتور بيريرا لابد ان اتحاد الكره النهارده يتدخل ويقعد معاه. يعني انت لحد دلوقتي بقالك 3 اشهر داخل في الشهر الرابع مفيش مردود. ايوه ما هي الفكره يا كابتن، اي بنتكلم على اي بوزيشن اي وظيفه انت في خلال مده معينه بتقدم لمجلس الاداره، انا عملت خلال الشهر اللي فات عملت 1 2 3، خلال الشهر اللي جاي انا ليا رؤيه وليا فيجن وليا بلان ان انا الشهر الثاني هعمل فيه 1 2 3، بعد ما اخلص الشهر الثاني انا عندي الشهر الثالث هعمل فيه 1 2 3. وبالتالي لازم يكون يعني الراجل مش معقول بقاله 3 شهور، وزي ما حضرتك بتتكلم ودي نقطه انا نفسي مستغربها ان هو موجود في المحاضرات عشان يقيم الحكام وما بيتكلمش، والحكام المصريين هم اللي بيقيموا او بيحللوا او بيصلحوا. فانا بالنسبه لي ديت يعني هو جاي يعمل ايه؟ جاي يقعد بس ولا جاي يعمل ايه بالظبط؟ يعني كابتن هاني انت قلت نقطه مهمه جدا جدا، وانا بس اتحاد الكره حضرتك تعاقدت مع مدير تحكيمي خبير ويتقاضى بالدولار طبعا يعني حاجه محترمه جدا، ولكن هل انت طلبت منه ايه خطه العمل اللي هو بيقدمها؟ طب انت طلبت منه ايه هو اهدافه؟ طب هنطور التحكيم؟ طب الشهر زي ما حضرتك قلت كده عندنا الفتره 3 اشهر هنشوف الحكام، نقيم اداء الحكام، هنتابع الحكام ناحيه بدنيه، ناحيه فنيه، ناحيه ذهنيه، هتقيم الحكام وتخرج لنا 10 15 حكم في اول 3 اشهر او في اول 6 شهور، الكلام ده ما حصلش. وزي ما قلت لحضرتك النهارده ما زال حتى الان فيتور بيريرا لم يقدم اي مردود اللي بيه احنا كمان كمحاضرين نقدر نقول ان الراجل اشتغل. وده خلي بالك بينعكس على اداء الحكام. الفكره كمان انت بتتكلم في حته يعني بروفيشنال وشغل، لكن انا بتكلم على دور مجلس اداره اتحاد الكوره. لما انا بجيب واحد وبعينه وبديله بالدولار يبقى انا فين المتابعه؟ انت تعال انت عملت ايه الشغل اللي عملته الشهر اللي فات؟ طب ايه التطوير اللي مش هقول لك عامل تطوير مش هيطور في شهر، لكن ايه البلان بتاعك؟ ليه ما يكونش في يعني احنا كنا بنتريق على كلاتنبرج، اتضح ان كلاتنبرج بالنسبه له بالشغل اللي عمله كلاتنبرج على الاقل كان بيطلع وبيتكلم وبيحاضر وصوته موجود وبيبقى عن يعني لا يبقى المقارنه ظالمه بالشكل ده. شوف كابتن اتكلمت في نقطه مهمه، كلاتنبرج وفرق ما بين كلاتنبرج وفيتور بيريرا. كلاتنبرج كان عنده ميزه قوي شخصيه كانت موجوده، شخصيه قياديه، كان كلاتنبرج كان بيحلل الحالات التحكيميه وكان بيطلع بيقول حكم اخطا، الفار اخطا، كان عنده سياسه الثواب والعقاب، كان الحكم اللي بيخطأ كان بيتوقف، ودي في حد ذاتها كانت بتدي شويه ان الحكام بتبقى عارفه ان هي ممكن لو اخطا بيتعاقب، وبالتالي تلاقي الحكام كلها حريصه ان هي ما تخطاش وفي اهتمام. صحيح. كلاتنبرج كان عنده القدره ان هو بيعين الحكام، هو اللي بيعين، ما حدش بيدخل في تعيينات، هو المسؤول عن التعيينات، وفي اخر فتره قال لك انا المسؤول عن التعيينات، ابتدت الدنيا تمشي سوء، يعني ما كانش في شغل قوي قوي ولكن كان يميز شخصية. بس كان في طفرة حلوة قوي للحكام ان حتى رتم المباراة بقى اسرع بالظبط، مش كل حاجة والصفارة قلت شوية في الفاولات، كان في حاجة ظاهرة يعني. كابتن هاني هو عمل ايه؟ ممتاز، هو ادى يعني ايه؟ قال لك انا طالب نمرة واحد، مش كل الاخطاء تحسبها، والحكم اللي يروح عند الفار وهيقعد كتير هيتوقف، يعني هو ادى شوية خطوط عريضة كده الحكام ابتدت تمشي عليها، المباراة تمشي بسرعة، الريتم يبقى عالي، صح. مش كل الأخطاء تسافر عليها، مزبوط. الفار لما بتروح له تروح له، وبعدين مش كل حالة تروح للفار. خلي بالك كابتن هاني في مشكلة، أنا النهارده هاني رمزي حكم، لو أنت جاي من البيت رايح تحكم مباراة كبيرة وحطيت في دماغك إن الفار موجود وأنا هسند على الفار مش هتحكم. صحيح. ولكن انسى الفار، الفار ما هو إلا وسيلة مساعدة في الحالات الصعبة جدا جدا اللي ممكن تمركزك ما يجيبكش في المكان وبالتالي ما تشوفش، ولكن مش كل مرة هتروح للفار، ده بقت مشكلة. بيفكرني بإيه لما بيكون في امتحانات أوبن بوك والطالب يقول لك ما أنا كده كده رايح ولو حاجة هبص في الكتاب، ويس فجأة ممكن يبص في الكتاب ما يكونش الإجابة صحيحة ويبقى فيه لخبطة، فالعملية إنك بتعتمد إن كده كده الفار موجود وساند عليه. أعتقد يمكن حضرتك محضر لنا حاجات من الجزئية ديت بشكل كبير يعني. إحنا بنربط كلامنا دايما كابتن، وأنا هقول لك يعني ليه التدريب ما اتعملش في الملعب؟
اثر في ايه او كانت نتيجه الكلام ده ايه؟ انا جايب حاله تحكيميه مهمه جدا كانت في مباراه فيوتشر وانبي. يلا بينا. يلا خلينا نشوف الحاله دي، يمكن انت هتستغرب حتى وتشوف. خلينا نشوف الحاله الاول يا كابتن، وهنشوف كده وهنشوف كده، وانت تقولي الاول. يعني هنعيدها تاني، تسمح لي بس هنعيدها تاني بس عشان كابتن هاني يعيش اللعبه معايا، بس يعيش اللعبه. شوف الراجل ده كان فين الاول، وبعدين ابتدى يروح فين، وبعدين ايه اللي حصل، وبعدين جه واحده اتنين هدف هدف. انا نفسي اخد انطباعك انا كمشاهد، انت انا نفسي اتكلم. قول لي، هات لي معلش اللعبه الثاني، الحكم كان فين؟ بس نقف هنا، نقف نقف نرجع تاني. الحكم كان نقف، لا انا يعني هرجع بس على اللايف، سامحني. الاول هو كان في تمركز صحيح، بس هو هنا كابتن هاني هنا كان فين؟ هنا في تمركز صحيح، صح؟ تمام. طيب هنبتدي الخطوه اللي جايه، نشوف نمشي. ايه اللي وداه هنا؟ سؤال بس، ايه اللي جابه من هنا وداه في محيط اللعب، في مسار اللعب؟ اقول لك ليه؟ اتفضل. عايز يعمل الدبل باس، يعني عايز يعمل الوان تو مع اللاعب. ما هو مش هيرجع غير كده. انا لو راس حربة هعمل دبل باس، بص هرجع كده بصراحه. والله هذه الحاله راحت العالم كله، راحت لفت العالم كله. هذه الحاله التحكيميه اللي توقف فيها المباراه تقريبا 17 دقيقه. تعال بقى نحللها يا كابتن. انا هنا كابتن هاني في قناه النادي الاهلي اكتر من مره اقول يا جماعه شغل التمركز للحكام ده شغل الملعب، صح؟ يعني انا يا كابتن هاني من فضلك خد حكامك وانزل ميدان اللعب، دربهم، عودهم ازاي لما يبقى في تمركز خاطئ اخرج، ازاي تروح في المكان الصح. دايما هنا في قناه الاهلي احنا يا جماعه والله احنا داعمين، ولكن احنا مش هتلاقوا الكلام ده في اي حته. هذه القناه المحترمه طورنا من اداء الحكام، ولكن ما حدش بيسمعنا، ما حدش بيتابعنا. اتمنى النهارده واحنا واقفين لجنه الحكام تتابع، الحكام تتابع كله، نشوف. هذه الحاله حاله تعليميه مهمه جدا جدا، هنجيب من الاول تاني نشرح بقى الحاله. ستوب. انا هنا دايما يا كابتن، انا هنا في التمركز اولا انا مدي ظهر الحكم مساعد. هنا الحكم مساعد اللي هو الناحيه دي انا مش شايفه. المفروض ده انا ايه؟ انا هو واقف هنا، ابتدي الف اروح في الحته البعيده، اخلي وشي للحكم المساعد رقم 2. يعني وشه للحكم المساعد، ويبقى انا حاصل اللعب، شايف الاكشن، حاصل اللعب ده كله بالظبط بيني وبين الحكم المساعد، انا شايف اللاعبين وشايف الحكم المساعد. تمام. هنا اولا تمركز خاطئ، بس هو بعيد عن مسار اللعب. دي نمره واحد. طيب اولا انت ما عدلتش مكانك، المفروض تروح الناحيه الثانيه. المشكله الكبيره والكارثه لما الراجل نرجع تاني كده بقى ونمشي شويه، نمشي شويه. هنمشي هنا. ستوب ستوب. انت ليه دخلت جوه؟ انت كنت بره، انت ليه دخلت جوه وده مسار اللعب؟ انت بتتكلم كان هو بره مسار اللعب، كنت بره مسار اللعب. ماشي، رغم تمركزك كان خاطئ، بس ما كانش في خطوره على مجريات اللعب. تمام. انت ايه اللي خلاك دخلت؟ نمشي كده شويه. ستوب. هنا انت جيت هنا ليه؟ أسوأ تمركز لحكم انا ما شفتوش في حياتي حدث في هذه الحاله يا كابتن. نتج عنها ايه يا كابتن هاني؟ نتج عنها ايه؟ هنا الكره تصطدم ب واحدة واحدة. الله يخليك، دي الحالة المهمة تعليمية للكل. هرجع بس، هرجع تاني، معلش معلش. هنمشي كابتن هاني تاني. هو دخل، نمشي نمشي، هنمشي هنمشي من فضلك. تمام. ستوب. كابتن هاني انت كنت لاعب كورة، هذه الكرة هي هتطب أقرب لاعب ليها مين؟ أقرب لاعب ليها لاعب انبي جاي جاري عليها، يبقى عنده فرصة هيلعب. طبعا. تمام. هنا الكرة تصطدم برجل الحكم وتبتدي تتهيأ للاعب فيوتشر، اللي هي ايه؟ بتروح له كانك انت عامل باص معاه يروح، عامل دبل باص. هنا قللت من قدره المدافع ان هو يروح يلعب، وبالتالي هنا نشوف بقى عملت ايه. هجمه، نعدي، نشوف اتعملت بعرض، جت هدف. الف ب القانون والماده 9 عندما نقول الكره داخل اللعب او خارج اللعب. كره خارج اللعب عندما تصطدم بالحكم وتعمل هجوم واعد. هنا اصطدمت بالحكم نادر امر الدوله، وراحت للمهاجم هنا اوتوماتيكلي يا كابتن هاني بتصفر طبعا، تعمل اسقاط، بتلعب بتدي الكره للاعب فيوتشر. دي مفيش فيها هزار، ده القانون، ده القانون يا جماعه. يعني مشكلتنا كمان عدم فهم القانون، مشكلتنا عدم التمركز الصحيح. كل الكلام ده حصل ايه سريعا؟ الفار جابه، هو حسب الهدف، قال له تعالى من فضلك في مشكله عندنا، الكره تصطدم بيك وتروح لنفس اللاعب، دي طبقا القانون ما يتحسبش الهدف. راح للفار، رجع حسب الهدف. دي اللي عملت اعتراض والماتش وقف 17 دقيقة. طبعا في حالة تحكيمية سهلة جدا جدا جدا. يعني أنا بحيي حضرتك على التحليل ده، لكن كمان عشان عندنا دقيقة واحدة في حالة كمان يعني أنت محضرها، لو نلحق ناخدها. ناخدها سريعا سريعا. يب. هناخد الحالة اللي جاية، ماتش مهم جدا كان ما بين الإسماعيلي والمقاولين. هنا الكرة بتتلعب يا كابتن، مفيش تسلل عند المساعد رقم 2 خالص خالص،
والحكم يحتسب ركلة الجزاء ثم يعود يلاقي الرايه مرفوعه نبص لا هرجع تاني خلاص يعني نرجع تاني نحظ اللم بس نمشي كمان سنه 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 ستوب. كابتن هاني الراجل اللي هو هناك بتاع المقاولين شايفه مفيش اوفسايد طبعا خالص حاله سهله جدا جدا طبعا اتلعبت يلا يلا نمشي يلا نمشي هنا المدافع لم يعني عندوش فرصه لعب وبالتالي ارتكب مخالفه ركله الجزاء حكم حسب لا الرايه طالعه ادى تسلل تمام هنا الفار لما بيراجع لا مفيش تسلل فقال الحكم لا قرارك في ركله الجزاء قرار صحيح احسب ركله الجزاء هنا حصلت المشكله واعتراض من لعيب الاسماعيلي وقفت ايضا برده في حدود 17 18 دقيقه يا جماعه التحكيم محتاج شغل عالي جدا جدا عندنا كوادر يا كابتن هاني كوادر تحكيميه من حكام سابقين دوليين او حكام عاديين سريعا يا جماعه خد الناس دي حكام عندها احترافيه تشتغل عندها قدره انها تشتغل تطور التحكيم نقوا الناس اللي هتشتغل في التحكيم تحكيم محتاج شغل كتير جدا 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 اتمنى من اتحاد الكره جلسه مع فيتور بيريرا الفتره اللي فاتت ما شفناش شغل خالص اتمنى طبعا التوفيق للتحكيم المصري عشان وقتنا قليل اخيرا بنقول رساله للحكم معتز انت حكم صاعد واعد تتمنى انك انت تعمل مباراه كويسه من فضلك ركز كويس قوي قوي ان شاء الله ان شاء الله يكون الحظ والفوز والانتصار حليف للاعبي النادي الاهلي في المباراه اللي جايه كابتن كابتن ناصر بنشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا ودايما متعلق معانا شكرا جزيلا الشكر واصل لحضراتكم يا رب كل التوفيق لنادينا العظيم النادي الاهلي يوم الاحد وان شاء الله باذن الله الكاس 11 تكون موجوده في دولاب النادي الاهلي بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وان شاء الله الاسبوع اللي جاي يوم جديد وحلقه جديده من المحترف